اهلا بحضراتكم في يوم جديد من الثالثه يمين، مدرج اصول الزمالك وملتقى الزملكاويه وصوت جمهور نادي الزمالك. دايما متعودين في الثالثه يمين جمهورنا معانا. قناه نادي الزمالك خصصت وقت لجماهيرها في خلال برنامجنا الثالثه يمين. حقيقه انا مستمتع بالبرنامج لان جمهور نادي الزمالك دايما كان سند لينا وكان في ظهري دايما. لان انا اروح لجمهور نادي الزمالك في مكان واتكلم مع الناس واشوف الزمالك ازاي بيأثر في جماهيره ويأثر ازاي في الناس، وازاي كمان جمهور نادي الزمالك بيستنى المباريات. يعني الفتره اللي فاتت لما كنت بروح للجمهور ازاي مستنين يشوفوا الماتشات ويشوفوا لعيبتهم مره تانية. نادي الزمالك بيأثر، او حب نادي الزمالك بيأثر في جماهيره بشكل كبير جدا. حابب قبل ما اقول الحلقه وتفاصيلها اتكلم في نقطه مهمه جدا يمكن واجهتني الفتره اللي فاتت، اختيار قائمه المنتخب، وكمان بتكلم من خلال جماهير نادي الزمالك. الناس مستغربه جدا ازاي لاعب بقيمه طارق حامد ما يبقاش موجود في منتخب مصر. ازاي يعني في اقاويل كتير واعلاميين كتير اتكلموا فعلا لدعم طارق حامد لانه لاعب يستاهل. 7 سنين مستوى ثابت ما شاء الله، حتى لو الزمالك لا قدر الله مش في مستواه او النتيجه بتبقى سلبيه في بعض الاحيان، لا دايما طارق حامد بيبقى موجود اسمه مع اللعيبه الاجادد في الملعب، بيأدي برجوله بيأدي باصرار. اكيد انا كلاعب كره قدم طموحي كله بيبقى انا بلعب في نادي عشان اوصل لمنتخب، اكيد طارق زعلان. لكن اللي شفته من جماهير نادي الزمالك في الشارع وشفته كمان من معظم مشاهير مصر كلها، معظم اعلاميين مصر كلموا ازاي عدم استبعاد طارق حامد ده ياثر بشكل كبير على اعتقد يعني المفروض يبقى موجود، وطارق كمان مهم جدا وجوده في المنتخب وشفناها الفتره اللي فاتت حسينا كمان باهميته. لكن دي وجهه نظر للجهاز الفني وهو اللي بيختار، وده حق اصيل للجهاز الفني. لكن زي ما برجع مره ثانيه شفت انا رد فعل جماهير نادي الزمالك، اعتقد ان انا لو مكان طارق حامد اعتقد ان ببقى مبسوط جدا، مبسوط بالمجهود اللي انا عملته ال7 أو ال8 سنين اللي فاتوا مع نادي الزمالك، مبسوط بالجماهير اللي هي دايما في ظهري. انا بتكلم دلوقتي على حب جماهير نادي الزمالك، وحب جماهير نادي الزمالك مش من فراغ. يعني نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك بالذات لما بتحب لاعب وترتبط بلاعب عشان مجهوده في الملعب واصراره اللي كان موجود، واصراره كمان ان هو يفرح جماهير نادي الزمالك. واكيد ناس كتير بتتكلم على السن وبتتكلم على الاجهاد اللي كان بيمر بيه طارق حامد، لا حتى وهو الناس دايما بتتكلم في بعض الاحيان ان هو المجهود البلدي مثلا، لا بيأدي بشكل قوي جدا وبيأدي باصرار، ودايما بنشوف في الملعب يمكن من حال المباريات كمان في استوديو التحليل في قناه نادي الزمالك اكتر مجهود بيبقى موجود في ملعب طارق حامد. واكيد قلنا قبل كده بالنسبه لطارق حامد ما شاء الله يعني السن بالنسبه له مجرد رقم. فانا بوصل له صوت وبوصل له كمان رساله، صوت جماهير نادي الزمالك انا شفتها من الشارع، جماهير كلها بتحبك، جماهير كلها مستنيه منك كتير الفتره اللي جايه باذن الله مع نادي الزمالك، وانت اكيد مبسوط بحب ودعم واصرار جماهير نادي الزمالك، وشفت ازاي جماهير نادي الزمالك في ظهره. قرر تاني ده مش من فراغ، ده بسبب مجهودك واصرارك وعزيمتك الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت، واديت بشكل قوي جدا. وكمان باختلاف انتماء اعلاميين كتير شفت على الساحه الفتره اللي فاتت، اكيد الناس كلها بتتكلم 40 لاعب موجود ما فيهمش طارق حامد. الموضوع من وجهه نظري صعب، موضوع برضو يحترم الجهاز الفني في قراراته، لكن في علامه استفهام، علامه استفهام وعلامه استفهام كبيره على استبعاد طارق حامد. في الاخر طارق احنا كجماهير نادي الزمالك وانا بالذات الفتره اللي فاتت عشان موجود مع جماهير نادي الزمالك في كل المحافظات وفي كل مكان من خلال برنامجهم الثالثه يمين، شفت ازاي الناس بتتكلم وبيتكلموا معايا دايما لما بدخل على الناس بيتكلموا طارق حامد ازاي مش موجود في المنتخب، طارق حامد استبعد من المنتخب ازاي. فعامل حاله لجماهير نادي الزمالك، والحاله دي ما تجيش لجمهور نادي الزمالك. يمكن شفناها طبعا في شيكابالا، لان شيكابالا جمهور نادي الزمالك ارتباطه وحبه كبير جدا، لقيتها مع طارق حامد. فالناس بتحبك، الناس بتحبك بمجهودك باصرارك بعزيمتك، ان شاء الله تستمر، ما يبقاش ده احباط ليك، بالعكس ده يزيدك اصرار. وانا عارف ومتاكد الكلام ده هيبان ان شاء الله الفتره اللي جايه في الملعب، ويبان في ان شاء الله البطولات انت وزمايلك اللي مستنيه جماهير نادي الزمالك، لان دايما رساله جماهير نادي الزمالك في كل حلقه معايا عايزين يشوفوا بطوله افريقيا داخل نادي الزمالك، لان هم زعلانين اكيد من البطوله اللي خسروها
لان كان كنا الحق بيها، وكان الملعب بالنسبه لنا يعني المباراه كانت مباراه قويه وادينا فيها بشكل بعد النتيجه. اتمنى منك انك تبقى مركز وتركز مع زمايلك البطولات، ترجع نادي الزمالك لبطوله افريقيا باذن الله. ما انت عملت كل حاجه لجماهير نادي الزمالك، وجماهير نادي الزمالك ما بتنساش اي حد تعب وعرق وجاب لها بطولات. فانا مش عايز اتكلم بقى في قصه الفنيات، لان انت في غنى عن الفنيات، ما شاء الله مكانك محفوظ في اي مكان، تركيزك بس واهم حاجه الاصرار الفتره اللي جايه. فقرتي الاولى النهارده زي ما حضراتكم متعودين فقره مدرج جسور الزمالك مع عيله زملكاويه. يمكن طبعا عندنا مايكل ايوب في ارشيف نادي الزمالك كان بيالف في الارشيف، فلها عيله موجوده من 2003 في المدرجات ومستمره لحد دلوقتي، دايما موجودين مع بعض، عيله كامله دايما موجوده في المدرجات. فاحنا طبعا من خلال التالتة يمين برنامج جماهير نادي الزمالك رحنا للعيله دي واتكلمنا معاهم، وفعلا انا كنت مستمتع جدا بحواري معاهم، واكيد طلعوا حاجات كتير حضراتكم هتشوفوها، وكلموا معايا في حاجات كتير في حب وعشق نادي الزمالك، فاكيد حضراتكم هتشوفوها معايا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. عائله زملكاويه، عائله لها طابع خاص، عائله حياتها عباره عن الهواء والماء والزمالك، الماء للشرب والهواء للتنفس والزمالك للحب والعشق. واليوم لدينا في التالتة يمين عائلة زملكاوية جديدة، عائلة لم تترك مباراة في آخر 10 سنوات للزمالك، إما في المدرج للهتاف والتشجيع والدعم، وإما أمام الشاشة تدعو وبقوة للأبيض. العائلة تتوقف حياتها تماماً، لا صوت يعلو على الزمالك. عائلة عاشت سنوات ذهبية سعيدة فاز فيها الزمالك بالعديد من البطولات، مثل الدوري الممتاز في 2015 ثم الدوري الممتاز في 2021، وكذلك حينما فاز الزمالك بكأس مصر عدة مرات أبرزها ثلاثية 2013 2014 و2015، وأيضا عندما فاز بكأس السوبر المصري أيضا أشهرها في 2017. وعاشوا بشغف أجمل الليالي عندما توج الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه عام 2019 على حساب نهضة البركان المغربي، وكذلك عندما توج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي في عام 2020 تحت قيادة الفرنسي باتريس كارترون. يعشقون نجوم الزمالك وخاصة شيكابالا ومصطفى فتحي وأيمن حفني ملوك القدم اليسرى، أشرف بن شرقي الساحر المغربي، والجناح الطائر أحمد زيزو، ورمانة ميزان الوسط طارق حامد. أهلا بأسرة زملكاوية جديدة في التلتين. فقرة مدرج أسود الزمالك دايما كنا مع حضراتكم في جميع المحافظات، لكن المرة دي الفقرة مختلفة جدا. طبعا في البداية أنا حابب أشكر مايكل إنه عرفنا بالأسرة المحترمة اللي كانت دايما موجودة في مدرجات الزمالك. شفنا فيديوهات كتير للناس بتحب الزمالك، فعلا أسرة زملكاوية، وده شرف لي أن أنا موجود مع الأسرة دي النهاردة، وأكيد هيحكوا لنا عن ذكرياتهم في مدرج أسود الزمالك. في البداية طبعا حابب أرحب بيهم. حاجة منال، اهلا، ازيك يا كابتن؟ انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك. والله انا اللي مبسوطه وسعيده جدا بيكم بالكاست كله، والله وربنا يبارك لكم جميعا باذن الله. قولي لي بقى، حبك للزمالك ازاي او بدا ازاي؟ جه من والدي الله يرحمه. الله يرحمه. كان زملكاوي، هو كان تاجر موبوليا، فكان بياخدنا، كان سني يمكن 4 5 سنين، كان ايام الكابتن فاروق غافر، ما حفظ الالقاب طبعا للجميع، حسن شحاته، فاروق غافر، محمود الخواجه، محمد صلاح، محمد توفيق، طارق غنيم، غانم سلطان، ناس كتيره قوي، المأمور، كل دول ربنا يديهم الصحه والعافيه وطه بشر الله يرحمه. فكنت بروح المطوشه كتير مع انا واخواتي، كان بيحفظنا اغاني كتير جدا، لازم يا زمالك يا مدرسه، لعب وفن وهندسه. حسن شحاته يا معلم، في هتافات كتير، كتير حسن شحاته يا معلم، خلي الشبكه تتكلم. وانت حضرتك بقى ورا الجمهور على طول. ايوه ده الزمالك، ده حب العمر. يعني الزمالك انا حبيته وشفته قبل ما اشوف ولادي ولا احب ولادي، هو الزمالك. انا حضرتك بتكلمي بحماس عليه، بحماس عشان هو الزمالك فعلا. يعني لما يكون في ماتش للزمالك يبقى في حاجه هتحصل، في حدث هيحصل لنا النهارده. يعني احنا عندنا حتى حوالينا مثلا ناس اهلاويين او كده بنبقى قافلين علينا لغايه ما بنشوف مثلا ماتش او كده. بحزن قوي لما حد يقول لي انت لسه زملكاويه؟ لا انا زملكاويه وافتخر فعلا. ماليش دعوه بالبطولات، احبها واحب الزمالك يكسب، بس بغض النظر الزمالك ده
ما عادش قادره اقول ابني. ابنك لما بيزعلك بتقدر تقول ده مش ابني؟ لا اكيد طبعا بزعل منه شويه وخلاص، لكن الزمالك هو الكيان، هو الاكسجين اللي بنتنفسه والله بجد. ربنا يديك الصحه. اه والله كنا بنروح الاستاد على طول، استاد القاهره. بص حضرتك ما شاء الله يعني في كل الاجيال وكل الماتشات موجودين في المدرج، لان كنت باخدهم وانا وولاد اختي، واختي وهم صغيرين. احنا لسه هنشوف بقيه العيله. ايوه بتصادف في اعياد، هنروح فين؟ نروح الماتش الزمالك. اه هي دي خروجاتنا. بحب المطوشه فعلا فعلا. اتفاجئتوا بالفيديوهات اللي موجوده؟ اه يعني انا لو راح من ورا او اي حاجه كانت تبقى مشكله، لكن انا فعلا فوجئت. ايه ده احنا طالعين؟ انا بنتي انا شايلاها على ايدي مخلصه كليه دلوقتي، بطلت السيجاره اه فجيب وابني مخلص. في فيديو شهير ليكوا في ماتش الاتفاق، وفي فيديو تاني كان تقريبا ماتش الكونفدراليه تقريبا او الكونفدراليه، انا مش عارفه تلاقينا فين، بس فعلا احنا رحنا في الكونفدراليه دي. ده يوم من عمري بجد بامانه، يوم من عمري. اولا كنا في رمضان وفي روحانيات كده، والدخول كان بسهوله جدا جدا في برج العرب. ده كان في روحانيات، رحنا قبل المغرب بحاجه بسيطه، فطرنا وبعد كده لعبوا الساعه 10، وعقبال ما خلصنا ورجعنا صايمين. اليوم كان جميل 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 جميل. هو الزمالك جميل. احكي لي عن شعورك اليوم ده وضربات الجزاء. اليوم ده انا ما شفتش ضربات الجزاء. شفتهاش ازاي؟ انا بقيت بغمض اغمض وابص. صاحب ابني بسني من راسي وقال لي، قلت له لا ده الزمالك مش ممكن. لا حاجه حلوه حلوه قوي. نفسي اقول للعيبه والله العظيم الزمالك. عايز بقى اللعيبه دي هنتكلم عليهم طبعا بتفصيل، بس اروح لاحمد الاول. اتفضل قول لي بقى انت حبيت الزمالك ازاي؟ شايف بص الحاجه يعني في حماس دلتا دلتا يعني. مبدئيا انا يعني انا حبيت الزمالك، البيت زملكاوي طبعا ما عدا والدي، دي نقطه. ازاي انت عملت اقنعتيهم ازاي بقى والحاج مش زملكاوي يعني؟ هو حر بحته. مبدئيا انا يعني انا مواليد 96، سنه 96، عاصرت اواخر التسعينات واوائل بدايه الالفيه بقى، دي اللي حضرها جيل البطولات. جيل البطولات هو من بدايه الالفيه لجيل الاحلام او فريق الاحلام بمعنى اصح. بعد كده دخلنا بقى في جيل 2005، وما ادراك ما 2005 لحد 2015، ولو حد غيري كان غير تشجيع في الفتره اللي هي ال 10 سنين. بالعكس احنا الفتره بس دي بس انا حبيت الزمالك. كمان جمهور الزمالك زاد. عدد زاد. فانا بالنسبه لي الزمالك يعني زي ابويا وامي كده في البيت، عايش معانا يعني. في ماتش يوميا انا عندي شغل اتفرج على ماتش في الشغل. كنت في شغل قبل كده، كان في ماتش 2019 الزمالك والهلال السعودي السوبر السعودي. انا مشيت يعني، طلعت بريك كده من الشغل، خدت بعضي وقمت نازل تحت، سبت الشغل وفات نص فات يرنوا عليا. لا وفضلت بقى ايه سرحان في اخر ربع ساعه في الماتش. دي رقم واحد. مثلا اكتر لاعب مثلا سي مثلا من ضمن اللعيبه اللي حبيبتني في النادي، وكان حازم امام. انا حبيت حازم طبعا امام. جيل قديم انت جيل الحديث شويه. حازم امام انا حازم امام بالنسبه لي اول ما شفت كوره في رجلي، لا حازم غير يعني ارتباطك وحبك بنادي الزمالك كان حازم. كان حازم لا كابتن حازم احترامي طبعا للكوب كابتن حازم. لا يعني انا شفت الكوره في رجله حاجه ثانيه. من ما شاء الله انتوا كانوا لسه صغيرين. كنت لسه صغير يعني انا ما كنتش 7-8 سنين مثلا يعني. اقل كمان. مبدئيا بعد كده بقى رحنا ماتشات بقى من بعد 2005 ورحنا كتير لحد طبعا ما جت 2015 والدوري وخدنا الدوري. احكي لنا بقى اكتر موقف في المدرجات اثر فيك. اكيد ليه في الجماهير ليها مواقف كتير في المدرجات. مثلا موقف مثلا في ماتش الكونفدراليه كان في واحد جنبي انا ما اعرفوش، حضنا بعض وعيطنا بعد الكره بعد الكره زيزو بعد الكره الاخيره ما نعرفوش. وساعتها الدنيا اتقلبت والمدرج، ووالدتي فضلت تعيط من الفرحه يعني. وانا ساعتها حضنت واحد انا مش عارف هو مين يعني اللي جنبك، فضلت اجري. بس طبعا كانت الفرحه لا الفرحه كتير. وعشان ارجع بس ورا شويه عشان ما انساش نقطه، ماتش المقويه رحت ماتش المقويه كنت قاعد فوق في الثالثه في المقويه كان معايا اختي وكمان كان الجمهور ما شاء الله في الماتش ده كان راقيه جدا بالظبط. وبعد كده بقى كنت محظوظ انا كنت كابتن نادي الزمالك كنت في الماتش انا فاكر. قولي لي بقى يا حاجه انت ذكرياتك كمان في المدرج كانت ايه؟ ما احنا في حاجات كتير لازم نتكلم فيها يعني. هي ذكرياتي انا كنت بروح مع بابايا وبعدين بابايا لما كبر كنت بروح برضو مع اخويا واختي. انا متذكره رحت ماتش اهلي وزمالك بس اتعادلنا فيه، كنا في كليه حربيه وكان كابتن حسين السيد هو حارس المرمى. وحتى طلعت في كره في الملعب او كاميرا في الملعب مع كابتن حازم الشناوي اعتقد حاجه زي كده. قولي انت زعلانه كنت قلت له انا مش زعلانه بس هو كان اهلي ضاغط شويه ولولا ان الكابتن حسين السيد يعني ماسك نفسه كان فيه الامور هتتغير شويه يعني.
حضرتك لو سان داونز اللي احنا كنا عارفين فيه اللي احنا لازم نغلب اربعه اربعه مش كتير ما فيش مستحيل، تخيل حضرتك كميه على طول بقى في الحافظه ايوه كميه شجعت موجوده. بص اقول لك درجه ثالثه فعلا، هو بتدل على حب الجمهور للزمالك بس عقلانيا هي مش مستحيل لكن صعبه جدا ان الزمالك كان يجيب اربعه، انما حب الجمهور للزمالك تخيل حضرتك طول الطريق ابيض 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 واحنا رايحين ليه؟ ده حب للزمالك عايزين نكسب ما كسبناش مش مشكله، بس الزمالك حب ليه بيزيد على فكره حضرتك والله كل ما بنيجي لقدر بنطلع انا بحس ان انا زملكاويه وبرفع راسي اكتر وبفتخر اكتر في لعيبه معينه كده ما اقدرش ان هي تكون في نادي غير نادي الزمالك، هي نادي الزمالك والا يبقى كونت هاتس ما ينفعش. مصممه يعني لعيبه معينه او حضرتك لعيبه معينه في دماغك ان هم دول لازم يبقى زمالك؟ ايوه هما الزمالك ما يقدرش ما ينفعش. قول لنا مين اللعيبه دي؟ ما ينفعش يا دي شيكابالا كابتن شيكابالا مش ممكن. على فكره انا ببعت له رساله من هنا انا بحترمه جدا 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 وعايزه اقول له يعني عايزه اقول له انا بحبك جدا جدا انا يعني ابني اخويا الصغير مش مشكله اكون ابني بس فعلا انا نفسي اقابله. في ناس كتير بتحبك قوي وانا بحبك قوي قوي وما تبصش وراك وما تبصش للي بيقول لك على فكره اللي بيقول لك ده ضعيف والا. قولي لي بقى تقولي لعيبه الزمالك ايه اللي موجودين دلوقتي؟ اقول لهم اولا ربنا يوفقكم ويقويكم يا رب بس اعرفوا ان في جمهور فعلا وراكم بيحبكم جدا 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 وبيحب الزمالك وكيان نادي الزمالك وعلى فكره كل حاجه بتتأيد التاريخ ما بينساش. احمد قول لي انت السنه اللي فاتت طبعا كان دورك اكبر على جمهور نادي الزمالك لان فعلا كان في عدم استقرار في الفريق حصلت فتره كبيره لكن جمهور نادي الزمالك حسيتها انا واحد يعني لعبت في نادي الزمالك كتير حسيت بدور فعلي لجمهور نادي الزمالك فعلا. انت بقى كان يعني دورك ازاي السنه اللي فاتت؟ انا مثلا احنا بدايه الموسم كان ازاي في بدايه الموسم معظم يعني معظم موسم الزمالك احيانا اللي بيخسرها بيبدا في الموسم وحش عقبال ما يفوق يكون عدى الدور الاول بدايه الدور الثاني يكون اللي بينافسك ايا كان بقى اهلي كان اسماعيلي قبل ما يطلع بيراميدز احنا في الاول بنخسر بتخسر ماتشات سهله يعني انت بتيجي في ماتشات صعبه مثلا بس ماتشات سهله النقط الماتشات سهله بتلم منها نقط هي دي اللي انت بتخسرك دوري وهي دي الميزه اللي حصلت السنه اللي فاتت في اخر قبل السبع ماتشات الاخرى المعسكر اللي كان في برج العرب اللي عامله كارتيرون لا كان في مثلا المنافس الاهلي خسر نقط من ماتشات من فرق صغيره انت الميزه اللي انت بقى عكست الايه انا دايما كويس انك اتكلمت على اخر سبع مباريات انا بحس ان اخر سبع مباريات دول مقياس للعيبه نادي الزمالك بالظبط قفلوا على نفسهم اللي انت ما تسمعش ودنك ما ترميش ودنك لحد انا مركز في حاجه زي كل واحد بالظبط مركز في شغله عنده تارجت بالظبط هيحققه انا الماتش الاخير احنا اتفرجنا عليه في النادي ماتش الانتاج الحربي الانتاج الحربي اللي هو كان ماتش احتفلته بقى في النادي بالظبط مثلا في اخر سبع ماتشات دول كارتيرون قفل على الفرقه واللعيبه قفلت على نفسها بالجهاز الفني كابتن اسامه نبيه كابتن احمد عبد المقصود بالجهاز الطبي بالاداري بكل حاجه واللعيبه كمان قفلت على نفسها فتارجت قدامي هحققه فيا ريت السنه دي الدنيا ما انت شايف البدايه السنه دي يعني طبعا بامكانيات اللعيبه اللي موجوده اعتقد ان هي بدايه مش موفقه ممكن ما نقولش موفق عشان هو الدوري لسه طويل طبعا يعني تمام بس احنا يعني كانت طموحنا كجماهير اكيد كانت البدايه بالنسبه لنا كانت هتكون افضل بالزبط من كده بالظبط يعني امكانيات اللعيبه اللي موجوده امكانيات انت لعيبه دوليه اللي معاك زي كابتن طارق حامد مع احترام طبعا حفظ الالقاب كلها كابتن محمود الونش كان كابتن محمد عواد كان واقف فتره بعد كده كابتن ابو جبل بعد كده كابتن محمود عواد محمد عواد بعد كده ابو جبل تاني مع كابتن احمد فتوح كان باك يمين حمزه المسلوسي ايام بقى كان جوز وعبد الشافي ما شاء الله يعني الفرقه دوليه يعني لعيبه دوليه لعيبه فاهمه انا يعني انا بالنسبه لي ماتش بنك الاهلي اللي فات ده ما كانش ينفع يخلص تعادل يعني كابتن خالد جلال لعب بنفس التشكيل اللي كابتن كارتيرون لعب بيه بس مع قفل المفاتيح اللعب بتاعت الفرقه انت متفائل السنه دي؟ ان شاء الله باذن الله بس انا والله كنت لسه بقول لوالدتي من اسبوعين بالظبط انا حاسس ان في بطوله كبيره جايه السنه دي بس انا مش عارف اذا كابتن طارق السائق كده طلع على التلفزيون قال لك انا شامم ريحه شامم ريحه بطوله شامم ريحه الدوري فانا حاسس السنه دي في بطوله بس انا مش عارف ايه يعني بس في بطوله كبيره
ويا رب تكون اللي ببالي يعني يا رب يا رب بطولة افريقيا باذن الله. انا حاسسها مش والله هو احساس. حاجه متفائله السنه دي ان شاء الله باذن الله. من غير تفاؤل ما ينفعش نعيش. ان شاء الله هناخدها باذن الله. بس انا نفسي اقول للاعيبه قولي له بقى رساله للاعيبه من واحده يعني انا خلاص يعني انا حاسه انا كبرت قلبي مش بيقدر يتحمل. ربنا يديك الصحه. المنتخب بتعب فعلا بتعب. انت مش متصور حضرتك احنا بنتفرج بيبقى فيه ايه يعني حاجه يعني بتبقى صعبه. هم ولادي بترجاهم فعلا فعلا. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم بجد وبيحبكم بيحبك يا رب يبارك لكم. افرحونا وسعدونا ومعلش سيبكم من اللي بيهدكم سيبكم من اللي بيقول اي اشاعات سيبكم من اي حاجه. نادي الزمالك هو اللي باقي والجمهور واللعيبه ذكرى بنفتكرهم بنفتكرهم بكل خير. فاكره اجيال اجيال كتير كل ده تعبوا لنادي الزمالك. أيوة. بقول للكابتن طارق حامد وبقول للكابتن احمد سيد زيزو بجد ربنا يا رب يبارك له ويدي له الصحه لانه فعلا عامل مجهود جبار حتى في المنتخب مجهد على طول. كابتن محمود شيكابالا سيبك من الجمهور اللي بيفضل ينادي يعمل انا نفسي ما ينجرش لمنطقه والله يكون في عونه بس حاول السنه دي ما تنجرش لاي منطقه ولا اي في ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه خالص. رد عليهم فعلي بالفعل لكن مش بالكلام. ان شاء الله يفرحونا السنه دي بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكركم يا زملائي يا رب يبارك لك ويديك الصحه والعافيه وبشكر الجميع وربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يكرمكم تعبناكم معانا ونورتونا. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في فقره مدرج وصول الزمالك. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في مدرج وصول الزمالك مع الاسره الزملكاويه. حجام اهلا وسهلا بك يا فندم. الحمد لله انا مبسوط ان انا موجود مع عيله زملكاويه يعني قلبا وقالبا. والله انا سعيده جدا جدا ان انا شفت حضرتك وما كنتش اتخيل ان انا شايفاك كده. سبحان الله انا متعوده اشوفك في الملعب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك في عمرك وفي صحتك يا رب. ربنا يخليك. قولي لي بقى ازاي حبك للزمالك دايما سؤال بالنسبه لي في الحلقه مهم جدا لان اكيد كل واحد فينا حبه للزمالك مختلف عن الثاني. اقول لحضرتك حاجه تصدقني اتفضل. عمري حلقاتك كلها محتف في حب للزمالك. حب الزمالك حب ما يتوصفش. اوصفه لنا بقى. مش هتقدر مش هقدر عليه. هيعوز حلقات كتير قوي. انا وعيت الدنيا كلها فتحت عيني على الدنيا. بحب الزمالك. والدي رحمه الله عليه الله يرحمه الله يرحمه كان بيحب الزمالك حب غريب. بس سبحان الله عمره ما ضغط على حد فينا انه يحب نادي الزمالك ولا لا. حبيبك في الزمالك ازاي؟ بعدم الضغط. الفرقه قدامي. ويوم الجمعه ده لما الزمالك كان بيلعب كان يوم جميل جميل من الزمن الجميل فعلا. ربنا يبارك. ايوه كله هو شغل خلاص. يوم الجمعه ده اللي الزمالك بيلعب فيه منتهي ده الساعه 3 ده الزمالك ده تاريخ. كان بيقول لك ايه بقى؟ هو ما كانش يعني ايه بيكلمني حب الزمالك او حاجه محدده. لا كان بيشغل وبيشوف اللعب بيقول لي اتفرجي. طب انا هقول لحضرتك حاجه لو تصدقني. انا ما بحبش الافلام ما بحبش الافلام والمسلسلات. انا بحب الكوره. الزمالك حببني في الكوره بشكل غريب. بحس بقى اي فرقه حتى لو بحب اتفرج بحب اتفرج على الزمالك وبحس هو بيلعب وهو في تناغم. الزمالك فايق بيبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. وهي بقى ذكرياتك مع المدرجات. انا واضح ان المدرجات دي حكايه جميله جدا جدا. لما تحس ان احنا كلنا حاجه بنشجع فرقه واحده حاجه واحده. يجي مثلا ضربه جزاء تلاقي حد بيبص راسي الدموع بتنزل ما نعرفوش. ايه اكتر ماتش يعني في انت في المدرج يعني تاثرت؟ هقول لحضرتك ماتش اتاثرت بيه لان انا كنت في الشغل وكان اول مره اسيب ولادي هينزلوا من هنا يروحوا استاد القاهره هيقابلوا خالتهم وانا هقابلهم عند الاستاد. انت العيله بتتجمع كلها وتطلع الاستاد يعني تخيل حضرتك. انا عندي انا لا يعني انا كل مره بنزل معاهم الماتش دون. انا كان عندي شغل ما كانش ينفع ان انا هاخد اجازه وطلعت من الشغل وقابلتهم في الاستاد. هروح لاحمد طب شويه. ازيك يا كابتن؟ واضح ان الحب جه من الحاج. طبعا. قول لي بقى ازاي؟ من واحنا صغيرين يعني من حتى قبل ما انا اوعى الاقي صور ليا اللي انا في المدرجات. خالي برضو كان ياخدنا برضو على طول المدرجات. بالشرط في القاهره بس يعني بنسافر ورا الزمالك محافظات لغايه بقى ما كبرنا. تلفيت ورا الزمالك في كل مكان. متوشه صالات. يعني كنا بنحضر التمرين كمان بتاع متوشه الصالات. يعني انت مش متابع لكره القدم بس كل الالعاب يعني؟ لا ده جمهور الزمالك كله كده يعني. جمهور الزمالك مش كوره بس يعني. متابع اي حاجه بتمثل فيها الرمز او التيشيرت بتاع نادي الزمالك الجمهور كله بيتابعه على طول. قول لي بقى انت الماتشات اللي انت حضرتها واثرت معاك.
الكونفدرالية طبعا، المقوية، في حاجات أثرت يعني بالإيجاب وفي حاجات خسرنا فيها برضو وزودت حبي للزمالك. احنا عايزين الإيجابي مش خلينا في السلبي. الكونفدرالية طبعا، نهائي الكونفدرالية. أنا دايما بكل الجماهير الزمالك اللي بصادفهم بالنسبة لهم الكونفدرالية حاجة كبيرة جدا. أول حاجة كنا في رمضان صايمين، روحانيات والحاجات الجميلة بالظبط، وصايمين فطرنا في الملعب يعني حتى بعد ما احنا كسبنا تسحرنا ومشينا برضه، فاليوم كان نفسه كان عظيم جدا يعني. بطولة افريقيا شفت ضربات الجزاء ازاي؟ اتفرجت عليها ولا طبعا لفيت وشك؟ لا 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 اتفرجت عليها بس كان كله بعد الفوز كله عيط يعني. بطولة كبيرة جدا، فرحة. طبعا كان نفسنا في بطولة افريقيا ابطال الدوري، بس يعني بطولة برضه افريقية تخش نادي الزمالك من بداية الالفينيات كانت حاجة كبيرة جدا. اللي احنا اصلا واحنا بنجيب التذاكر ذات نفسها كان اعداد مهولة جدا، وفي ناس يعني الاستاد كان كله كومبليت بالسلالم بتاعته وفي ناس بره معرفتش تخش. فلا هو ده جمهور الزمالك العظيم. بالظبط. ارجع لك نقطة مهمة، السنة اللي فاتت اكيد كان في قلق شوية من جماهير نادي الزمالك لعدم الاستقرار، انت كجمهور حسيت ازاي او دعمت الزمالك ازاي؟ احنا اعضاء في النادي، يا رب بس اللي احنا ننتخبه هو اللي يفضل مستمر لمده الاربع سنين، ما يجيش بعد سنه ولا اتنين يجي يقولوا لا اصل في مش عارف ايه، اصل في حاجه. لا خلوا الناس تشتغل يعني، عموما مش شرط مين اللي، انا بالنسبه لي مش شرط مين اللي يكسب، بس انت يعني انتوا خلوا الناس تستمر. ان من كلامك ان او ان شاء الله الفتره الجايه في استقرار يعني. ان شاء الله هو اهم حاجه بس بالنسبه للزمالك الاستقرار يعني. انتوا خلوا بس في استقرار والناس هتمشي يعني، الناس هتنجح رقم اي حد موجود، بس يعني انتوا خلوا الناس تشتغل. لكن سنه وبعدها نمشي وبعدها سنه ونجيب ناس ثانيه. قول لي بقى حبك للصالات بالذات، للنقطه مهمه طبعاً. جدا وخاصه كره اليد. طبعاً. انا دايما احنا جماهير نادي الزمالك لما انا بستضيف يقول لك احنا عندنا كره اليد دي في مكانه تانية. مظبوط. هو اول حاجه يعني لعيبه اليد بنحس انهم جزء مننا كجمهور. ده بالظبط. ده الشعور اللي وصله اللعيبه للجماهير نادي الزمالك. بالظبط. هم عمري في حياتي مثلا ما طلعت سمعت احمد الاحمر مثلا طلع يتكلم قال انا ليا مستحقات، ولا هنداوي مثلا بيشتكي من حاجه. لا اللعيبه كلها تحس لجزء فعلا مننا، جمهور تالتة، منظومة قافلة على نفسها بشكل كبير، جمهور تالتة يمين يعني. هما بالنسبة لنا الجمهور ده جمهور، اللعيبة دي جمهور تالتة يمين. بنروح نستقبلهم من المطار دايما دايما يعني. عمرهم رحت انت استقبلتهم على طول ده مع الأسرة ولا لا؟ يا كابتن ده مهما نوصل الزمالك امتى لازم يروح، ما يقدرش يعني انا يوصلوا مثلا الساعة 3 الفجر لا طبعا ده بقى تشجيع جامد وبتاع، فهم اللي الاستاد اكتر. قولي لي بقى حاجة، انت حبك للزمالك ده دايما مع اولادك عملتيه ازاي او وصلت لهم الحب؟ لا بس مش بضغط برضه زي ما انا والدي رحمه الله عليه ما ضغطش عليا ان انا اشجع الزمالك، انا حبيت الزمالك. اصل الحاجه اللي بتيجي من القلب تستمر، لكن لو بالضغط دي بتنتهي. والله انا عاجبني الكلام محمود، والله طالع من القلب. ايوه انا هقول لحضرتك موقف بجد. لاحمد كان صغير، هو والده اهلاوي وحب يخلي ابنه يكلمه يا احمد مش عارف ايه، شجع يا احمد. فاحمد جه فما انا سايبه بحريته هو واخته، قال لك لا انا بحب الزمالك، قلبي ميال للزمالك. بيحاول طبعا ده تيشيرت دي شوكولاته دي يا احمد مش عارف ايه، لكن كل ده لا. انا احب اللي يشجع، لان انا عارفه اللي بيشجع من قلبه بيفضل يستمر العمر كله. عن اقتناع، عن اقتناع. ده زمالك اقتناع واقتناع واقتناع. وليه احتفلت بالدوري السنه اللي فاتت ازاي؟ احتفلت بيه في النادي. في النادي طبعا. في النادي. هو اتفرجت على الماتش في النادي ولا لا اتفرجت على الماتش في النادي. الماتش الانتاج اتفرجت عليه في النادي. يا كابتن ده سؤال ده الزمالك. لا ده الزمالك. لا وهقول لحضرتك حاجه، انا ببقى مثلا جايه والشغل وتعبانه ورحت اتفرجت عليه في النادي فعلا. رايحه تحتفلي. طبعا ده الزمالك، ده حب العمر كله. تقول ايه للجماهير ان احنا عايزين نزود الجماهير، عايزين نزود الاعداد، يبقى في التزام يعني؟ هو كده كده يعني الجمهور بشكل كبير بيبقى في التزام يعني. الحمد لله يعني بالنسبه للجمهور الحمد لله بنسبه كبيره بيبقى في التزام يعني. مثلا ماتش زي نهائي الكونفدراليه ده الاف يعني، اعتقد ان ده اكتر ماتش افريقي يحضر فيه جمهور بالظبط في الملعب. فما حصلش مشكله، ما حصلش حاجه، الملعب كان كله متقفل بالجمهور. ف ما دام الدنيا متنظمه الجمهور بيلتزم يعني. تقول ايه لعيبه الزمالك السنه دي؟ نفسي بس اللي هم يعني مش مجرد يعني مثلا كابتن عبد الحليم علي
يوم ما جيب بيجاب قدامه سيره الزمالك بيعيط. حضرتك مثلا في ماتش اتحاد الشرطه عيطت عشان حبك لنادي الزمالك. انا عايز اللعيبه تبقى كده، يعني انتوا المفروض لعيبه وفوق دماغنا كل حاجه، بس تحسوا برضه بالجمهور. انا عايز صوتك يوصل للعيبه، مظبوط، يتفرجوا علينا وشوفوا الجماهير بتقول ايه. مظبوط. هو مطلوب منهم ايه السنه دي؟ مطلوب منهم كل حاجه، يعني ما فيش كل حاجه، كل حاجه بالظبط. اصل انت نادي الزمالك، يعني انت المفروض تخش اي بطوله انت المفروض رقم واحد فيها، طموحك تنافس فيها بالظبط. في كيد موقوف، دي مش مشكله. انت اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي اعلى كواليتي في مصر. فانت معاك في النقطه دي. فانت المفروض انت ما تبصش بقى مين مثلا مجلس اداره، انت ما دام موجود في نادي الزمالك المفروض تحقق الطموح بتاع الجمهور. حاجه تقول ايه للعيبه الزمالك؟ اقول لهم ربنا يوفقهم ويسعدهم. انا عايز الحماس اللي كان موجود في لا ما لسه هقول لحضرتك حاجه، ولازم يسعدونا زي ما احنا بنجري وراهم. احنا بنحبهم وبنحبهم من قلبنا، فلازم هم يحسوا بده. محدش يقصر، محدش يتكاسل، محدش يبقى في دماغه حاجه شغلاه وما يحسش بينا. احنا حاسين بيكم وبنجري وراكم، حقنا عليكم انكم تسعدونا. وفي كلمه بقى انا عايزه اقولها لشيكابالا، اتفضلي شيكابالا. انا بحس فعلا ان انت ابني فعلا، وربنا عالم على الكلمه دي. واحمد ربنا لان ربنا مديك حب الناس، دي حاجه كبيره قوي قوي، وما يهمكش من اي حد. جمهور الزمالك دايما، جمهور الزمالك بيحبك حب، سبحان الله. ودي نعمه يا ابني، ربنا يسعدك ويخلي لك ادم، وما يهمكش من اي حد. متفائل السنه دي جدا جدا الحمد لله. بس هم اللعيبه يحسوا بينا، يحسوا بينا لان احنا فعلا بنحبهم، اجيال ورا اجيال ورا اجيال، ونفسي هم يحسوا بينا ويدوا الزمالك زي ما احنا بنروح وراهم. ربنا يديك الصحه ويبارك لك يا رب ويسعدك. شكرا يا كابتن. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في فقره مدرج اصول الزمالك. ما زلنا مكملين مع حضراتكم من الاسره الزملكاويه في فقره مدرجنا مدرج اصول الزمالك. حابب ارحب بأميمة. أميمة اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا كابتن؟ قولي لي السؤال التقليدي بتاعي، انت حبيت الزمالك ازاي؟ بس واضح من الحاجه يعني 100%. ايه والدتي بصراحه هي اللي حببتني في الزمالك من وانا صغيره، وماتشات طول الوقت. يعني احنا حياتنا حبيبتك بقى في الزمالك ازاي؟ عن طريق الاستاد بصراحه. يعني هم ما غصبتناش على حاجه، يعني انت كان قدامك ان انت تختار اي حاجه تشجعها، بس احنا حبينا الزمالك فعلا. اصلا الولد اهلاوي تقريبا. والدي اهلاوي فعلا، بس فعلا ما حاولش ياثر. لا هي انجرف، يعني هي قدرت تقدر، واحنا في نفس الوقت اقتنعنا. يعني انا اقتناع. ما هي بتقول لك انا بالنسبه لي ان هم مقتنعين بالزمالك، دي اهم حاجه فعلا، دي اهم حاجه عندها. فبصراحه يعني بقى عن طريق الاستاد، الماتشات، رغم ان احنا في فتره ما الزمالك جه وقع من 2010 او من 2005 كده بالظبط لغايه 2015، كان ممكن ان احنا نروح اي حته ثانيه تشجع. بس لا طبعا، بالعكس، ده وقتها اعداد الجماهير الزمالك زادت. يعني هي دي اهم حاجه، ان جماهير الزمالك هتفضل تزيد. معروف ان جماهير الزمالك حتى في العالم كله، في الخليج، في الخليج العربي معروف ان يعني اكتر نادي فعلا، اكتر نادي بيشجعوه نادي الزمالك في كل الخليج بصراحه. يعني انت قلت المدرجات مع والدتك هم اللي خلوك ترتبط بنادي الزمالك. بصراحه المدرجات اكتر حاجه اللي استنى. اتكلمنا على المدرجات واحنا في الثالثه يمين، قول لنا بقى المواقف اللي في المدرجات. الكونفدراليه والمئويه بصراحه اكتر اثنين. المئويه والكونفدراليه. طب قولي لي المئويه كانت ذكرياتها ازاي؟ المئويه ذكرياتها ان احنا كان بقالنا كتير ما رحناش ماتشات بساعه حادثه بورسعيد وكده، فكان بقالي كتير ما شفتش الاستاد اصلا. فهي بنت خالتي فاجئتني ان احنا جابت التذاكر يوميها. انا اتفاجئت ان كان بقالي كتير جدا ما رحتش استاد. فيوميها بصراحه وقعدنا حتى في الثالثه، وما كنتش انا قعدت في الثالثه وكنت لسه صغيره، وكمان يعني الثالثه وشماريخ، فالموقف نفسه كان مهيب. الجو بقى والتشجيع. وكان الدنيا زحمه، فبصراحه كان بقالي كتير وفي نفس الوقت ما قعدتش في الثالثه. بس انا من لقائي مع الحاجه كانت بتتكلم ان هي بتشجع كمان ورا الجماهير بالهتافات موجوده. ومن الهتافات انا بصراحه انا كبرت على الهتافات كمان لكابتن خالد الغندور، لما تحب تجيب جون كلم بندق في التليفون. يعني على فكره الهتافات دي بصراحه وهتافات نفسها للنادي بقى مش للعيبه. يعني نادي الزمالك فن ولعب وهندسه، دي الهتافات الكتيره اللي احنا كبرنا عليها بصراحه. دايما انت في المدرجات بتردد ورا الجماهير. طبعا ما بتردش يعني دايما. لا. الاسر يقول لك ان الاسره بتروح تبقى قاعده في المدرج. هي الحكايه دي اراء منفصل فيها شويه، في ناس بتحب تروح تقعد تتفرج، اقعد تتفرج في بيتكو، بس في نفس الوقت الاستاد يعني تشجيع. يعني لازم معروف ان الاستاد تشجيع. طبعا الاستاد يعني تشجيع طبعا، ما تقعدش لحظه. اروح لنشوى بنت خالتك. نشوى قولي لي بقى انت حبيت الزمالك ازاي؟ ومين كان سبب حبك في الزمالك؟ جده. بس انا بدايتي كانت مختلفه شويه لانه الاب برضو اهلاوي. واضح ان جده والوالده هم المؤثرين. بس جده كان اكتر، لان انا بابايا يعني كنت قريبه منه قوي، وكان اول ماتش رحته في الاستاد كان عندي 6 شهور. كان ماتش للاهلي لغايه 8 سنين، اندان حسيت بقى انه لا. يعني مش قادره اقاوم حب الزمالك اكتر من كده. الوالد حاول معايا ومع اخويا،
بس ما قدرش. ما الحاجه كانت بتحكي لنا قالت لك لا هم عن اقتناع كمان. انا اقتنعت وكان عندي 8 سنين فانا كنت واعيه. فالزمالك احلى حاجه في مصر، ما ينفعش تبقى حاجه غير زمالك. قولي لي بقى مين اللعيبه او احترامي لحضرتك اول حاجه، بس كابتن محمد صبري ده في حته ثانيه، كابتن عبد الحليم حالي، مدحت عبد الهادي، لا في نجوم كتير. طبعا بالنسبه لجماهير الزمالك هو شيكا بقى في حته ثانيه خالص. شيكا عشان مواقفه اللي بره الملعب اكتر من اللي جوه الملعب. فشيكا هو سند وظهره، لا هو لعيب، وغير ان هو لعيب اصلا، يعني شيكا اكتر لاعب موهوب عدى على تاريخ الكره المصريه كلها، بس شيكا كمان زملكاوي قلبا وقالبا، تحس انه من ثالثه يمين. يس مشجعين بالظبط. قولي لي بقى انت في المدرجات رحتوا كتير. انا رحت كتير، ورحت التذكره بتاعت ورحت جبتها من ورا العيله كلها. احنا ساكنين قريب من استاد القاهره وبتاع، وكمان اصحابي كمان كنت بروح من غيرهم. انتوا رايحين على الاسره ولا لا؟ لا احنا الاربعه، انا ولاد خالت يعني انا واخوها واخويا، بس احنا الاربعه. كان اول مره نروح ماتش لوحدنا. لا انا رحت من غيرهم ماتشات مع اصحابي كمان، في ماتشات ما تتنسيش بقى يعني. قولي لي بقى الماتشات اللي شيكابالا، في جون شيكابالا في ماتش سموحه مثلا، جون كابتن محمد ابراهيم في ماتش الاسماعيلي. انا فاكره ان احنا والاهلي كنا بننافس، والاهلي اتعادل الماتش ده واحنا كسبنا الاسماعيلي في استاد القاهره دقيقه 36 بهدف محمد. انا فاكره الجون ده كويس قوي. فلا هو ما كانش كله من العيله. انت بتروحي بقى تشجعي زي اميمه ولا بتقعدي تتفرجي؟ مش عارفه المفروض اقول كده ولا لا، بس كل ما بكبر بقى اقل شويه. بس طبعا لا في حاجات بتعصب. انت بطوله الدوري العام اللي هي الأخيرة دي احتفلت بيها ازاي؟ الأسرة كلها كانت مع بعضيها أكيد. هما راحوا النادي؟ للأسف ما رحتش، كان عندي شغل الصبح بقى اللي هي إجابة التقليدية. هما راحوا النادي، بس طبعا سوشيال ميديا، وبتروح تاني يوم الشغل عادي بتشيرت الزمالك، وانت اصلا بتشغل بتشيرت الزمالك. عادي بلبس عليه جاكيت وبروح. انت معروف انا يا عم كنت بروح دروسي بتشيرت الزمالك عشان اضايق المدرس. ليه تضايقي لي بقى؟ كنت بروح بتشيرت الزمالك ده فعلا. المدرس كان بيتضايق مني؟ ده فعلا والله. انت رايحه مخصوص عشان تضايقيه؟ كنت في اي حاجه، ممكن مش شرط ليه، هو ممكن كوفيه مثلا انا رايحه، مش شرط الدرس ليه، هو ممكن اي حته، بس هو لازم. بس هو بالذات في تشيرت الزمالك في المواقف دي معاه بالذات، يعني كنت عشان اروح اضايقه بصراحه. يعني انت حاطه في جواك ان انت رايحه قد ايه؟ بصراحه. لكن بالنسبه للكوفيه بقى دي عادي، الكوفيه دي في اي مشوار عادي. اي مشوار لازم كوفيه الزمالك موجوده، وحظاظه الزمالك لازم، جراب الزمالك، شنطه الزمالك ما شاء الله. بصراحه في شنطه اصلا بتاعت شيكا، مش شنطه الزمالك بس. هي مرسوم عليها صوره شيكا اصلا، دي الشنطه دي دي معاكي بقى على طول. انا اللي جايبها لها. برضه جايبها لها كل حاجه. انا العقل المدبر من ورا الكاميرا، بس واضح كده يعني. بس هي بتتكلم ما شاء الله كويس، انت لسه مخضوضه شويه. قولي لي بقى احتفلت بالدوري ازاي؟ حضرنا الماتش، اتفرجنا عليه في نادي الزمالك، ماتش الانتاج، جون زيزو، جون بن شرقي. هو بن شرقي تعبنا شويه بس الحمد لله الجون جه يعني. واحتفلنا فيه بعد، يعني احنا الجون الثاني بالظبط جه وخلاص، كان المنافس يعني كان بيلعب ماتش الجونه خلاص، وكان ماتشين خلصوا فخلاص اتحسم. طبعا احتفالات في النادي كتير لغايه ما روحنا. واضح انتوا بتروحوا يعني لو في احتفاليه او حاجه بتروحوا النادي؟ طبعا طبعا ده لازم. لازم بتتابعي يعني كره قدم بس ولا في العاب ثانيه؟ لا في العاب ثانيه، ممكن العاب الصالات اتفرج مؤخرا، او مش مؤخرا يعني، انا اخواتي اصلا كانوا بيروحوا العاب الصالات. مع احمد. اثنين احمد كانوا بيقولوا الاثنين احمد اخويا، الاثنين اخواتي بيروحوا العاب الصالات، وهو لولا انا كنت صغيره كان ممكن ياخدوني معاهم يعني. كان بيروحوا الاستادات في نادي الشمس من جوه الصالات المقفوله، فهو بس عشان كنت صغيره ما ينفعش اروح معاهم، بس كانوا بيحكوا لي. قولي لي بقى الفيديوهات اللي ظهرت لكم في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا من سنه 2003 وانتوا اطفال. انا فوجئت ان انا مش فاكره الماتش ده قوي، بس اكيد مش فاكراه لسه. مش فاكراه. بس ممكن لما شفت الصور يعني مش قادره اتصور، بس يعني انا شايفه ان انا كنت فرحانه قوي ان هو في يعني والدتي كانت اللي هو ايه، اكنها بتكلمني وبتحمسني بتقول لي الزمالك كسبان. هي دي الفكره. هي دي يعني التشبع، او ان انت بتخلي حد بيحب حاجه ان هو بيشجعها. قولي لي بقى انت لعيبه الزمالك السنه دي تقولي لهم ايه؟ ايه مطلوب منهم السنه دي؟ لا هو مش مطلوب منهم حاجه واحده، حاجات كتيره. حاجات ما اقول لحضرتك. لا لا لا، هم تمام، ومطلوب منهم بس ان هم ما يفقدوش الثقه في نفسهم في اللحظات الحرجه. بس ده كل اللي انا شايفاه. طب انت كجمهور زمالك تقول لهم ايه؟ لا هو احنا عاوزين البطوله للسنه الثانيه على التوالي، لانه ده المفروض الطبيعي يحصل. بغض النظر هم المفروض ما يركزوش في اي حاجه تانية بتحصل بره، وكده كده اللي ربنا عاوزه هيكون، فان شاء الله خير. وما بس ليهم الملعب ده كل احنا طالبينه. متفائل السنه دي؟
هو انا كده كده بتفائل، كده كده بتفائل. الحمد لله. الحمد لله. وبعدين هي بس مشكلتهم تبقى في الثقه، مش عاوزين منهم اكتر من يكون جوه الملعب، والباقي بقى على ربنا. قولي لي بقى، انت السنه اللي فاتت اخد من السؤال، حسيتي ازاي في بدايه الدوري اللي كان الاستقرار، عدم الاستقرار الاداري والحاجات اللي موجوده؟ طبعا كل عدم الاستقرار الاداري بيأثر على اي نادي في الدنيا، اي نادي في العالم، عدم استقرار اداري وما فيش معنوي بيأثر، وده بصراحه يعني بيبقى حق اللعيبه ان هي بتتاثر بالحاجات دي. تمام. بس فكره برضو دي لعيبه الزمالك، الجمهور بقى عملته ايه؟ احنا فعلا يعني رايها، احنا كل يوم كنا بنصحى ممكن على خبر الزمالك مثلا مختلف مختلف، اللي هو صباح الخير النهارده في اخبار ايه. بس تمام، ده يعني جمهور الزمالك لازم هيفضل واقف ورا النادي، يعني مهما حصل اي يعني اي اهتزاز في اي في اي مجلس اداره او كده، لا هو جمهور الزمالك هو اكتر حاجه داعمه للنادي. معروف ان جمهور معروف بالذات نادي الزمالك، والله مش غرور، بس هو نادي الزمالك مش ناجح غير بجمهوره. استقرار مرتبط بالبطولات طبعا. طبعا قولي لي بقى، تقولي للاعيبه الزمالك، اقول لهم بجد ان هم يعني يا ريت يعملوا كل اللي عليهم في الملعب بجد، لان جمهور الزمالك لما بيحب حد، انا عايز صوت الجمهور يوصل لهم. هو جمهور الزمالك معروفه لما بيحب لعيب بيرفعوا يعني اللعيب بيعمل عليه فعلا بيرفعوا. بس احنا جمهور الزمالك بيحب كيان مش لاعب، ما اللعيبه لازم تدي عشان الكيان، هو الكيان ده هيفضل متحافظ عليه. بس اللعيبه ان هي تفضل مديه السنه دي اكتر عشان ناخد بطولات. فبالتالي ان اللعيبه لما تعمل اللي عليها، هو جمهور الزمالك ان هم مش هيقعوا او حاجه، هتفضل تدعمكم وهتفضل وراكم بعيدا عن كيان حب نادي الزمالك، دي حاجه ثانيه. بس الفكره بتكلم في السنه دي عشان البطولات، ان احنا ان شاء الله يعني متفائله ان احنا ناخد بطوله بجد. انا متفائل ان شاء الله السنه، ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا ويكبر بخاطر شيكابالا عشان رقصته الشهيره بتاعت كل في اي بطوله. انا بشكرك يا جماعه، دي لازم بجد. ثانك يا كابتن. كنت مبسوط ان انا موجود مع اسره زملكاويه من مدرجات الثالثه يمين. انا بس عايز اقول كلمه شيكابالا بجد، قولي يعني اتفضلي. هو شيكابالا ما تهزش من اي حاجه، ما فيش عوامل خارجيه تاثر عليه بجد يعني. هو اكيد واضح انه مركز، وان شاء الله معروف ان شيكابالا بيركز، ما هو ما يقصر، هو كابتن الفرقه كمان يعني، هو كابتن الفرقه طبعا، دوره كبير يعني. ما يتاثرش باي حاجه بجد بره يعني، هو ربنا يخلي له ادم يا رب يفرح بيه بجد. هو ان شاء الله يعني، هو ربنا يكبر بخاطره ويكبر بخاطرنا وهنفرح كلنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب. بشكرك يا جماعه. شكرا يا كابتن. بكده خلصت فقرتنا مدرج وصول الزمالك، نراكم في فقره قادمه باذن الله. فعلا عيلة من العائلات الزملكاوية المتعصبة جدا اللي دايما بتحب نادي الزمالك. شفتوا الحوار، شفتوا حضراتكم ازاي الناس الزمالك بيأثر فيها، ازاي حياة معظم الزملكاوية مرتبط بكيان كبير زي نادي الزمالك. ان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم في التالتة يمين، اتمنى نشوف كل جماهير الزمالك موجودين، والتالتة يمين هو صوت جمهور نادي الزمالك. خلصنا من عيلة كانت موجودة معانا في مدرجات الزمالك من 2003 زي ما قلنا، كانوا موجودين في المدرجات. عيلة تانية بتقابل لعيبة الزمالك من زمن كبير جدا على الطريق في اسكندرية، كلموا معانا في حاجات كتير وحوارات كتير. عيلة تانية وعيلة زملكاوية متعصبة، الأب أساسا من العريش لكن مقيم في مدينة السادات، دايما بيقابل أتوبيس اللعيبة، بيوزع عليهم شوكولاتات، دايما كل المدربين متعرفين عليه وعارفينه بشكل كبير. كمان اللعيبه في علاقات مع اللعيبه واللعيبه مرتبطه بيه، واضح ان ارتباط كبير بين لعيبه الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وازاي بتشوف الناس بتستنى تسلم على لعيبه نادي الزمالك، تستنى تفرح، تستنى تشوف الفرحه في اللعيبه اللي بتوصلها كمان لجماهيرها لما بتكسب. ده رساله كمان للعيبتنا، لما بتكسب وبتأدي اللي عليك بروح وعزيمه، حتى لو والراجل ده كلامه موجود معايا وعم يوسف اتكلم معايا بيقول انا لو اللعيبه حتى خسرت انا بحب لعيبه الزمالك، ودايما لعيبه الزمالك في كل الاوقات انا موجود معاهم، وبعشق كل اللعيبه اللي مرت على تاريخ نادي الزمالك. مش عايز اتكلم في حوار في خلال الحلقه، اتكلم معايا في حاجات كتير. اتمنى من لعيبتنا تفرح الجمهور اللي مستنيها السنه دي، لو تشوف حب جماهير نادي الزمالك ازاي ودايما واقفين في ظهركم وبنساندينكم في كل الاوقات، اكيد ان شاء الله هتأدي عليك اكتر. وده هو المطلوب، ان احنا مطلوب من لعيبه نادي الزمالك تأدي اللي عليها بس، لان الامكانيات والسكواد واللعيبه وكل ده موجود عندنا في نادي الزمالك. ان شاء الله كمان الاستقرار الفني موجود في نادي الزمالك، والاداري موجود في نادي الزمالك، ونادي الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه اللي انا اتمنى وكل جماهير نادي الزمالك بتمنى. وبكرر مره ثانيه، بطوله افريقيا يا رجاله مطلب جماهير كبير. نروح نشوف العيله الزملكاويه الثانيه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
في الطريق إلى برج العرب خاض الزمالك رحلات بالجملة لا تنسى على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وفي كل رحلة دائما ما يتوقف الأتوبيس في الطريق يتوقف أمام العاشق الكبير محمد العريشي، مشجع من أهم نجوم التشجيع الزملكاوي الجميل، رجل تقدم به العمر ولا تزال حياته تدور في فلك الزمالك. يحرص على استقباله في الطريق إلى برج العرب، يحمل العصائر والمياه للاعبين، يحفزهم على الفوز في كل مباراة، يدعوهم لإسعاد الجماهير طوال الوقت. محمد العريشي مشجع مش عادي، من عائلة زملكاوية خالصة، والدته زملكاوية، زرعت في ابنها العريشي حب الزمالك فأصبح من كبار محبيه وعاشقيه، يهتف له في المدرجات ويتابع مبارياته، وأصبح من كبار محبي رموز الكرة الجميلة في مدرسة الفن والهندسة. لا يهابه البرد الشديد والأمطار ولا يخاف من الحر وارتفاع درجات الحرارة، يحافظ منذ سنوات على عادته التاريخية الوقوف في الطريق الصحراوي منتظرا الزملكاوية بالأعلام البيضاء مرحبا وداعما. اليوم في التلتينين نتحدث مع محمد العريشي في حوار صريح جدا. مين دايما موجودين مع جماهير الزمالك في كل مكان، النهارده من مدينه السادات مع عم يوسف والعيله بتاعته، هم الناس دي من العريش ومقيمين في السادات، اكيد حبهم لنادي الزمالك حب مختلف، هنتعرف منهم عن حبهم لنادي الزمالك. عم يوسف ازيك يا كابتن؟ انا مبسوط ان انا موجود معاك والله. من ذوقك بس يا كابتن. قول لي بقى حكايات كتير حبك لنادي الزمالك، احكي لنا بقى. انا وانا عمري 9 سنين ونص كان نادي الزمالك جه في العريش ولعب في عيد تحرير سينا في شهر 5، ولعب في الساحة الشعبية مع فريق من الصومال كان اسمه الأشغال الصومالي، والزمالك فاز 1-0 بجون عفت نصار، ومن ساعتها وأنا زملكاوي. انت ارتبطت باليوم ده بنادي الزمالك؟ بالظبط. انا اللي شدني قوي بصراحة بما يرضي الله تيشيرت الزمالك. انا ما كنتش اعرف مين اللعيبة دول، بس انا سألت الناس مين اللي بيلعب، قالوا صغير 9 سنين ونص بالظبط، ومن يميها وانا متابع، بس ما كانش الارسال لسه داخل العريش. كنت بتابع ازاي اخبار الزمالك بقى؟ كنت بتابع ما فيش غير جريده الزمالك بس. كنت بنزل كل اثنين من ابو سأل. تمام، حتى ابو سأل صعدت قبل كده ممتاز بيه مع سيراميكا وكده، وما حصلش توفيق يعني ما كملوش. كنت بقى حتى الدرجه الثانيه. تمام. فكانوا كنت بروح من ابو سأل ماشي لحد الشعراوي، والناس عارفه اكيد في العريش مين الشعراوي. هو اللي بينزل جريده الزمالك بس، وبينزل مشوار تقريبا 5 كيلو من 5-4 ماشي عشان تجيب جريده الزمالك. كان المواصلات بريزه ساعتها. تمام. فكان معايا كنت يا دوبك بحوش ال 25 قرش عشان اجيب جريده الزمالك وابدا اقراها، ومالي اوضتي كلها باللعيبه. كان جيل بقى كابتن اشرف حاسم والكابتن احمد رمزي والكابتن وسعادتك طبعا والكابتن طارق يحيى الجيل اللي قبله وهكذا، وكنت متابع على طول يعني، واملى البيت كله جريده الزمالك. جيل الكابتن اشرف وكابتن احمد جيل عظيم، كمان جيل الوقت ده كان وقت بطولات يعني. اكيد. كنت بتحضر بقى الماتشات للزمالك ولا دايما بتتابع؟ لا انا بقى هكمل لسعادتك. فانا بعد كده كبرت بقى عندي 18-19 دخلت الجيش، فقلت بس الفرصه جت انت كده ربنا كرمك، فبدات استاذن واي ماتش زمالك واهلي اروح احضره في الاستاد. في الاستاد. تمام. بعد كده بقى نقلت نفسي وشغلي، لما كبرت جيت مدينه السادات رحت كل الماتشات بتاعت الزمالك. انت جيت يعني لما نقلت بقى خلاص المسافه قريبه بالنسبه لك. تمام. قلت بقى ممتاز. رحت استاد القاهره، حتى حضرت الماتش بتاع المقاويه اللي ما ربنا ما كرمناش فيه، مش مشكله، بس كان ماتش عالمي واحتفال عالمي، وقابلنا سوء حظ غريب غريب في الماتش ده وما كسبناش. بغض النظر عن النتيجه بس كان اجواء الجماهير عامله حاجه. انا شفت ناس من كل المحافظات، من اول الاقصر لحد من الصعيد لحد الشرق، كل الناس كانت جايه. انت جايب مسافه كبيره العريش. تمام. طبعا تحيه لاهل العريش. تمام. ربنا يبارك فيك يا كابتن يا رب. بعد كده رحت برضو استاد كل الحربيه، ورحت استاد. طب احكي لنا بقى عن الماتشات اللي هي مؤثره معاك في الماتشات دي، يعني اكيد في ماتش دايما مؤثره فعلا. كان نفسي الزمالك يكسب بطوله افريقيا مع الكابتن مؤمن سليمان. انا الماتش ده تعبت قوي، كان في فرصه لستالي في الدقيقه 20، لو الزمالك حلفوا الحظ في الفرصه دي وبقت النتيجه 1-0 بعد كده 2-0 كان ممكن نخلص. في الدقيقه 80 كان باسم مرسي كان ممكن يخلص، لو حتى في الدقيقه 80 2-0 كان ممكن نرجع. بطوله افريقيا دايما جماهير الزمالك مشتاقه للبطوله دي بقى فتره طويله عننا. الماتش بقى اللي مش هنساه الكونفدراليه، حضرته في الاستاد في برج العرب، ورجعت قابلت اتوبيس الزمالك. احكي لي بقى على الماتش نفسه.
اتوبيس الماتش اللي بتاع الماتش نفسه الكونفدراليه، الكونفدراليه اتحضرت ازاي؟ اجواء اجواء غريبه. احنا رحنا الاستاد تقريبا انا وابني وزمايلي من الساعه 9 الصبح، وبدا اللي فتحوا التذاكر تقريبا او الدخول يعني تقريبا الساعه 2، والتشجيع بدا من الساعه 2 لحد ما بدا الماتش. انت رايح بقى بدري؟ اه طبعا يعني. احنا بنروح كلنا مع بعضينا يعني، واجواء كلها بكل حب واحترام وكل تقدير. كمان كان في روحانيات، كنا في رمضان يعني، فالناس تمام كلها كان في تمام. كان جماهير انا ما شفتهاش الا ما شفتها في المئويه بصراحه. الاستاد كان كله تقريبا فيه اكتر من 120 الف متفرج. بس واضح الحماس في حبك لنادي الزمالك جدا جدا. لا انا شعبيتي شعبيتي كبيره قوي. خليت ناس كتير زملكاويه كتير اشبال كتير. تاثيرك عليهم بقى ازاي؟ بالتيشيرتات وبالاعلام يعني. اولاد اختي ثلاثه، عمر وعبد الله ومحمد، ربنا يبارك فيهم يعني. وكتير حبايبي في المكان. العيله كلها بقى زملكاويه كله، ما حدش يقدر يغير. اللي هيغير انا بزعل منه. ولاد اخويا ولاد اخويا ولاد اختي. نشوف البنات. اتفضل جنى. قولي لي بقى انت ازاي حبيت الزمالك؟ واضح من الوالد يعني. لا هو كان في البدايه احنا برضو ما كانش لينا في الكوره قوي، بس كان بابا لما كان يتفرج على الماتش كنا نشوف ردود فعله وفرحته هو قاعد لما يجي جون وكده. اصلا هو كاتب على العماره من بره الزمالك، حي الزمالك كده، فحببنا حياته كلها زمالك. حببنا في الزمالك، فخدنا كذا مره رحنا قابلنا اللعيبه وكده، فبدانا نتابع كوره واحده واحده لحد لما فعلا احنا حبينا النادي، وبقى عندنا انتماء كبير قوي للنادي الزمالك، اللي هو مش عشان بابا لا، بس احنا فعلا خلاص حبينا بقى النادي دلوقتي. وكان في مين من لعيبه الزمالك انت يعني قريبين منك او انت بتحب تتفرج عليهم او خلاكي ارتبطت بنادي الزمالك كتير؟ بن شرقي. بن شرقي وشيكا. وشيكا اكيد طبعا الاثنين. واتصورنا مع شيكا مره في كذا مره في نادي الزمالك وكده. بتروح النادي كمان؟ بنروح النادي مش على الطريق بس. من فتره برضو كنا في النادي من اسبوع وكده، كانوا موجودين اللعيبه هناك بس ما عرفناش نتصور معاهم. دايما بتحبوا تشوفوا اللعيبه وتتواصلوا مع اللعيبه وكده دايما، حتى لما هو الوالد هو المصمم على الموضوع ده. بس مش الوالد بس يعني، احنا بقى عندنا حب ان احنا نروح يعني، حتى لو بابا مثلا مش هيروح، لا تعالى يا بابا نروح، تعالى نطلع. انتوا بتغصبوا عليه دلوقتي يعني؟ العكس دلوقتي يعني. بقى عندنا حب اكتر للنادي، حتى لو مثلا ربنا يبارك فيك. دايما حتى لو احنا مثلا في ماتش مثلا ما كسبناش فيه او ما عملناش، مش بنزعل بس بنبقى فرحانين ان اللعيبه عملوا اللي عليهم وادوا واجبهم، وبنبقى فرحانين جدا بالنادي يعني. قولي لي بقى رغد، قولي لي انت بقى، في حكاوي كتير كمان وقلت لي قبل الهوا ان كنت في لعيبه كتير كانوا بيتكلموا معاكي. انا وانا صغيره كان بابا بياخدني وبنروح انا وهو بس، كنا بنروح انت هو بس. ما كنتش بياخدوا معاك؟ هم كانوا كنا بنروح، انا اكتر واحده كنت بروح معاه، كنا بنروح نشوف لعيبه الزمالك في الاوتوبيس واحنا رايحين، كنا بنطلع نديهم شوكولاتات وتصور معاهم. ده على الطريق هنا؟ ومن يوم السبت ده لسه رايحه نادي الزمالك معاه، وجبنا حاجات من هناك وجبنا حاجات كتيره، وانا كنت مسكت كاس مصر قبل كده اتصورت بيه. عمو فايز جابني وطلع معايا الاوتوبيس، دخلنا النادي، كانت اول مره. عمو فايز اللي هو سواق الاوتوبيس؟ راجل محترم جدا. اول مره نطلع فيه. نفسي كمان ان شاء الله هيبقى وزملكاوي. مخلص. كنت اول مره اطلع. هو انت بتتواصل معاه يعني عشان كملي يا رب. كنت اول مره اطلع اتوبيس الزمالك، وكنت اول مره اخش اصلا اللي هو نادي الزمالك، فلما دخلت كانوا مطلعين الكاس، وعمو فايز قال لهم استنى هصور بيه، راح مصورني بيه، وكان دي اول حكايتي مع الزمالك. كنت مبسوطه بقى طبعا بتصوري بالكاس ده. بتكلمي مع مين من اللعيبه؟ انا عرفت انك انت في لعيبه. احنا قبل كده رحنا لمحمود عبد العزيز ده، رحنا له رحنا بيته وصلناه قبل كده، والنقاز برضو وصلنا له بيته، وكنا بنروح مع شيكابالا. يعني هو مش سايب اللعيبه في حالها يعني. وشيكابالا برضو قبل كده لقيناه وهو رايح النادي برضو، واتصورت معاه. كان اول احساسك ايه بقى لما بتشوف اللعيبه قدامك؟ مبسوطه طبعا. واكتر واحد شيكابالا. شيكابالا لا جدال يعني، كل جماهير الزمالك بتحب شيكابالا. على المحور بعد المحور شويه قبل النادي وقفته ادته شوكولاتايه يعني. احكي لي بقى قصه ان انت بتوقف الاتوبيس دي دايما، اتوبيس الزمالك بعد المباراه بيبقى في اسكندريه دايما بتستنى اللعيبه على الطريق. تمام. احكي لي بتنسقها ازاي وبتعملها ازاي؟ انا هقول لسعادتك. الماتش بيخلص 10:30، بيخلص 11، ببدا ارتب لهم ساعه تقريبا، ساعه وربع. تمام. بتواصل مع عمي فايز طبعا، حبيبي وذوق الدنيا، ويا ريت كلنا
كزملكاوي نبقى مخلصين زي عم فايز. وبقابله بحضر الشوكولاته. خلاص معاك ما شاء الله يعني. بحضر الشوكولاته وبحضر الصواريخ اللي هو الثمان طلقات اهم حاجه دي عشان ادفع اللعيبه واديهم حماس ان هم يقاتلوا في الملعب، وهم بصراحه ما بيأثروش يعني. فبنقابلهم عند واحد عمر، لو دخلوا واحد عمر بنقابلهم نصور معاهم وهم بيشربوا الحاجه وبيعملوا الريست بتاعهم وبنديهم الشوكولاته وبنحنا بنرجع السادات. هم بس واضح ان اللعيبه عارفاك يعني. اكيد كل اللعيبه عارفاني، كل المدربين عارفيني، مدربين كمان كلهم من اول فييرا ميتشو جروس باتشيكو كارترون كلهم عارفيني. خلاص مستنيين. ده مره باتشيكو بيقول لي عم فايز انا ما شفتش في حياتي واحد مجنون زمالك زي ده. وباخد معايا الاولاد وباخد معايا اولاد اختي. انت بتطلع رحله بقى؟ طبعا، واكلنا معانا وحاجتنا معانا، بنمشي معاهم لحد الكارت بتاعه كارفور، نضرب لهم اربع خمس صواريخ. لو في بطوله بنكمل لحد النادي عشان بنعمل طبعا بنكمل لحد النادي عشان الصواريخ حوالين النادي. انا يعني انت الزمالك في دمك. طبعا طبعا. الحاجه كمان انا سمعت كنت بتقول ان الحاجه كانت ربنا يبارك تحبه عشان قدر عمها كان زملكاوي الله يرحمه، الحاج عبد الجليل ابو محمد عبد الجليل، واخوها عبد المجيد كان زملكاوي، فهي بتحبهم عشان الزمالك. هي ممكن ما تكونش متابعه مين اول دوري مين كاس مصر، بس هي المهم تتفرج على الزمالك لحد يعني. بصدق والله العظيم الماتش اللي فات ده بتاع 5-3 اللي احنا لعبنا فيه وما لناش حظ وقدر الله ما شاء فعل، وماتش عابر مش هيفرق معانا، هي تعبت واتحصلت حتى بعم فايز وقالت له ينفع كده؟ قال لها معلش يا حاجه ما تزعليش. ان شاء الله رجاله السنه دي اكيد اكيد لسه المشوار طويل وانا معاهم، وانا عايز روحهم، عايزهم قتال زي طارق حامد كده، عايزهم يقاتلوا، عايزهم زي الونش محمود علاء، ومش عايز اي حد من جمهور الزمالك ينتقد لعيب. العكس ده مهم جدا، الدعم مهم جدا طبعا. اللعيبه في الملعب بتبقى مموته نفسيه، بيبقى اللعيب مثلا مستواه بينزل سنه بيطلع سنه، ولو قعدت اشكر كل الاجيال مش هسيب حد يعني، من اول حازم الثعلب الكبير وحازم الصغير وشيكا، مش هنسى حد، كابتن حسن شحاته. اغلى بطوله بالنسبه لك كزملكاوي كانت ايه؟ اغلى بطوله؟ في اكيد في بطولات كده دايما مؤثره معاك. الكونفدراليه والدوري اللي فات. الدوري اللي فات. الدوري اللي فات. الدوري اللي فات بالذات. في ظل الظروف اللي عايشها الزمالك. في ظل الظروف اللي احنا فيها. عدم الاستقرار اللي كان موجود السنه بالظبط. كابتن حسين لبيب مشكورا، وبتنجز في السله وبتجيب بطولات في الطايره وبتجيب بطولات في اليد وتجيب بطوله الدوري، وانت اقرب يعني بين قوسين وادنى تاخد كاس مصر وتلعب على كاس السوبر وتاخده، في ظل كل الظروف دي والنادي بيمر بظروف طاحنه، وقف قيد و و و و واللعيبه رجاله، اقسم بالله رجاله، ربنا يبارك لهم في صحتهم وعافيتهم وما ننحرمش منهم، وهم مصدر فرحه كل جماهير الزمالك. اتكلمني بقى عن، واضح ان شاء الله في استقرار بعودة أكيد. المجلس كده، فانت شايف ان الامور هتبقى في تفاؤل بالنسبه لك؟ يا رب اكيد، انا متفائل دايما، انا متفائل لو الزمالك حتى والله العظيم زي ما بكلمك هتبقى غريبه بالنسبه لك دي، لو الزمالك في الدقيقه 90 مغلوب 3-0 انا عندي احساس الزمالك هيكسب 4-3. اثبت لك كلامي 2-1 في بتروجيت في اخر ثانيتين مع حسام حسن فاروق جعفر وشيكا. ماتش لازم جماهير الزمالك احمد جعفر بالظبط. جماهير الزمالك ما فيش زيها في العالم. كنت انت سعادتك واقف جون في الماتش ده احمد جعفر. الماتش ده في اخر دقيقتين احنا بنكسب 2-1. الزمالك جمهور بيلعب على بطوله ولاعيبه بتلعب على بطوله، وما ينفعش نبقى احنا دايما على بطوله. قولي لي بقى احتفلت بالدوري السنه اللي فاتت ازاي؟ اكيد الوالد بيقول لك ان الدوري بالنسبه له كان حاجه كبيره جدا. عمل لك ايه بقى اليوم ده؟ لا هو خدنا هو طبعا بابا اليوم ده راح خلانا نشتري حلويات من سوبر ماركت، وزعنا على الشارع كله. بتدفع كتير. لا شوكولاته بقى، بيبسي، بعصير، الشوارع كلها اللي كانت حوالينا. الزملكاوي بياخدوا على فكره، هم عارفين اللي كلهم وزعنا عليهم. بعدها بقى كلنا لبسنا، واخويا الباشمهندس موسى جه معانا، رحنا نادي الزمالك انا وبابا واختي واخواتي، بقى نزلنا احتفلنا، كان جميل جدا جدا. انت رحت بقى قابلت اتوبيس اللعيبه بعد الانتاج، بعد ماتش الانتاج. بعد ماتش الانتاج. تمام. الاحتفاليه كانت جامده خالص. كان حتى اللي هناك كان الناس فرحانه جدا، الروح الناس كانت جميله، كان مبين على الناس قد ايه هم كانوا مبسوطين بالفرحه دي، كانت حاجه حلوه يعني، كانت ايام جميله. ايا كان بقى حتى لو مش بيبقى في دوري وكده، الاجواء بتبقى بابا عاملها جميله كان في دوري بالظبط يعني. لما الزمالك بيكسب اكيد بيبقى فيه ليكم كفاءات خاصه. انتوا عايزين الزمالك يكسب على طول. ايوه حتى لو ما كسبش على طول احنا برضو بنبقى مبسوطين فرحانين، بابا بيفضل يقول عادي يعني، هي الكوره عباره عن مكسب وخساره، فاحنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وحتى لو خسرنا او كسبنا ده في الاول في الاخر دي كوره يعني وعادي. رغم مالك ساكت ليه؟ قولي احتفلت ازاي بالدوري؟
احنا رحنا بعربية بابا وبعدين فضلنا نضرب صواريخ انتوا الصواريخ ده اساسي بالنسبة لهم. من كتر ما الدنيا كانت زحمة كنت ماسكة في الباشمهندس موسى جامد اخوك. كنت ماسكة فيه وبابا كان بيضرب صواريخ، كنت ماسكة فيه وخايفة اللي انا اتوه وتايهة جاي. يعني بص اللي هي الدنيا يعني جامدة بس كده. احتفالية حلوة. احنا حضرناه، ما حضرناهوش في البيت، حضرناه في كافيتيريا صغيرة رحنا فيها وحضرناه. يعني انتوا كنتوا قبل رحتوا كافيتيريا عشان بحس تبقوا قريبين من النادي جنب النادي. يعني مرتبين يعني. طبعا. وبعدين بقى لما كسبنا خلاص كله بقى جه عند النادي وبقينا كتير قوي، فمسكت في الباشمهندس موسى وماسكه فيه جامد. قول لي بقى، انا عايزك تحكي لي برضو عن حبك للزمالك دايما غير انك بتراسل ولادك، ايه اللي بيخليك دايما متمسك بالزمالك؟ انا بستنى ماتشات الزمالك، ما بتفرجش على اي حاجه غير الزمالك ولا اي حاجه غير الزمالك، حتى الاخبار ما بشوفهاش. مصدقني؟ اكيد مصدقك. مش هصدقك. واحنا من فضل ربنا بعد الدوري عملنا احتفاليه برضو حلوه في السادات، كنا تقريبا 50 فرد يعني، وعملنا نقله كبيره من العريش للسادات. ازاي نقله كبيره؟ انت جاي من العريش وقاعد في السادات. انا شغلي شغلك شغلي هنا. كان اخوالي كلهم شغالين هنا في مجال الزراعه، فانا جيت معاهم وبعد كده اشتغلت هنا ومعايا اخواتي ووالدتي هنا. تاثرت بقى على اللي حواليك كلهم في الزمالك؟ طبعا طبعا، وانا بحب خالي عبد المجيد عشان زملكاوي، وانا حياتي كلها زمالك. حياتك كلها زمالك؟ كلها زمالك. يعني انا عايز بس يعني ايه، اللعيبه ما بتاثرش والاداره ما بتاثرش وكله بيبذل مجهود، انا عايز كله يبقى قلبه على النادي. انت عايز الناس كلها تبقى قلبها على النادي. عايزين نطلع النادي من جو بقى عدم فلوس، عدم فلوس دي، عايزين فلوس، عايزين نخلص موضوع القيد، عايزين يبقى في استقرار. بما انك اتكلمت على موضوع القيد، انت شايف كزملكاوي انت الموضوع مؤثر مع لعيبه نادي الزمالك دلوقتي؟ لا، بس كان الافضل اسامه فيصل ما يطلعش اعاره. اللعيبه اللي طلعت حسين فيصل بقى قدر الله ما شاء فعل، مروان حمدي ما يطلعش اعاره، محمد صبحي ما فيش مشكله يطلع اعاره، تمام. بس كان احنا لازم نعتمد على قطاع الناشئين، احنا عندنا كوادر، عندنا وبعدين ما شاء الله. انا اللي اعرف ان الكابتن علي خليل ماسك دلوقتي قطاع الناشئين، واعرف ان الكابتن مدحت عبد الهادي قلب الاسد رجع مع كارترون، مع مين تاني؟ مع امير عزم مجاهد. امير عزم مجاهد ادب جميل. الدنيا واخلاق الدنيا وذوق الدنيا، تمام. فاعتقد هتبقى دفعه قويه، والاستراحه للتوقيف التوقيت اللي دلوقتي توقف فيه الدوري بسبب كاس العرب، الزمالك هيرجع الدنيا تمام، بس احنا محتاجين دعم. كويس انك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، انت شايف فتره التوقف دي مفيده لنادي الزمالك؟ اكيد. إيه استشفاء، استشفاء للعيبه والدنيا تمام وكله يرجع تمام والدنيا تمام، بس انا شايف ملحوظه صغيره، واكيد مجلس الاداره فاهم الحته دي. احنا عايزين لجنه كوره محدده، ومحتاجين دعم في خط النص مع طارق حامد. بمثال، لو انت شايف ان محمود عبد العزيز انت مش هتعتمد عليه طلعه اعاره، لو انت شايف اشرف رؤى مش هتشركه طلعه اعاره، يا تشركهم وتشوف دنيتهم فيها ايه حتى لو في ماتشات وديه، بس انا مش هينفع طول ال احنا دخلنا في ناحيه فنيه دلوقتي. تمام. براحتك بالظبط. انا مش هفضل اعتمد على طارق حامد، طارق حامد، طب طارق حامد قدر ربنا اصيب يعني. ربنا تمام. وعايزين راس حربه فت، لو مصطفى محمد هيرجع اوكي تمام. المشكله عندنا مشكله وقف القيد بس يعني، ان شاء الله. وعندنا ما شاء الله خط الدفاع، محمود علاء، الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام طبعا طلع عرق وبيع نهائي مش عارف، فعايزين برضو ايه، عايزين في كل المراكز يبقى في اتنين، اللي في الدكه مش اقل من اللي في الملعب ان شاء الله الفترة. ومحدش اقل، محدش احسن منا يعني، مفيش حد احسن من الزمالك. عايز توصل رساله للعيبه نادي الزمالك من خلالك كمشجع زملكاوي، تقول لهم ايه؟ اوصل رساله لكل الاجيال اللي لعبت في نادي الزمالك. قول لي بقى. عايز من اول عبده نصحي لحد النهارده الله يرحمه، من اول حماده امام، من اول علي خليل، من اول الاجيال اللي انا ما حضرتهاش، بوصل لهم رساله حب واحترام وتقدير على كل المجهود اللي بذلوه، لعيبه، أجهزة فنية، مدربين، كل من خدم نادي الزمالك، لكل الاحترام والحب والتقدير. وليك انت برضو ليك معزة قد الدنيا، وجيلك، جيلك اللي انا عشت، جيلك اللي انا عشت معاه البطولات. الزمالك في وجود ايمانويل امونيكي، وكان في وجود سعادتك، وجود التيم الجامد بقى اشرف قاسم وهشام يكن، كان الواحد يعني الزمالك بياخد بطولة الواحد بيمشي فاتح صدره كده ورافع راسه، محدش يعرف يكلمه. الزمالك لازم ياخد بطولات، لازم يبقى دايما على منصات التتويج. تقول ايه اللعيبه دلوقتي؟ اللعيبه اقول لهم ربنا يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم، ويبارك لكم في فلوسكم وفي اولادكم، واشوفكم احسن ناس. اوباما شد حيلك، زيزو نجم، فتوح نجم، الونش، محمود علاء،
مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني، طارق حامد، اللي معارين اللي موجودين. صوتك يوصل للعيبه والناس اللي موجوده عندك يبقى. ايوه انا عايزهم يقاتلوا. ما تسهرش، ركز في ملعبك، في اكل عيشك، في مصلحتك، واعرف ان انت في نادي عظيم اسمه نادي الزمالك، جماهيره ما ترضاش الا تبقى في منصات التتويج. بقول لمجلس الاداره اللي جاي ايا كان، شد حيلك، خلي قلبك على النادي. ولو اتكلمت هشكر كتير، اولا بوصل رساله للمرحوم المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه رحمه واسعه، الكابتن كمال درويش ربنا يقومه بالسلامه ويقوم لنا بالسلامه، كان سمعت عنده كورونا. المجلس اللي جاي اي كان، عايزين انتخابات حره ونزيهه، وعايزين الزمالك في مكانه. الزمالك مش اقل من اي نادي، الدوله لازم تبص نادي الزمالك بصه صح. الزمالك هو مصدر استقرار مصر، الزمالك هو مصدر استقرار شعبية الزمالك، مش أقل من 50 مليون محتاجين ندينهم يبقى في مكانة، مش أقل من أي حد. يا رب دايما إن شاء الله كده، والزمالك ولعيبة الزمالك. أعتقد إن أنت حسيت حب نادي الزمالك. أكيد طبعا، واضح في الكلام. كفاية إن إحنا شفناك النهاردة، ربنا يخليك، ده إحنا أسعد ناس النهاردة، ربنا يكرمك. قولي لي بقى أنت الرسالة بقى اللعيبة اللي بتشوفيها دايما تقول لهم إيه؟ عايزة أقول لهم إنه إحنا في ظهرهم ومعاهم وهنشجعهم أيا كان، هم سواء كسبوا أو خسروا، فاحنا مع نادي الزمالك هنشجعه وهنفضل معاه. بصراحه انا مش بس انه انا بشجعه عشان كوره ومكسب وخساره، لا انا فعلا بحب النادي، بحب روح اللعيبه. قول لهم بقى انت كمشجعه يعني عايزه منهم ايه؟ يشدوا حيلهم، ربنا يوفقهم يا رب، وان شاء الله نشوفهم يعني في مكانه اعلى واحسن، ربنا يخلي لنا النادي يا رب. رغد قولي لي بقى، تقول لهم ايه؟ انت مالك مكسوفه ليه؟ ربنا يبارك. انا عايزه اقول لهم ان هم يكملوا في اللي هم فيه ويكونوا احسن من اي حد، ويكونوا واخدين بطولات اكتر، وما يشغلهمش اي حاجه غير ان هم بس يكسبوا خلاص، ولو خسروا او كسبوا احنا معاهم في ظهرهم وخلاص. ربنا يبارك فيك. حابب تضيف حاجه تانية لله؟ اضيف، بقول لكل الاجيال، بقول لسعادتك، بقول لكل جماهير الزمالك، انتوا في قلبي وانا بحبكم، وبقول لكل اللعيبه اللي بتلعب في كل الالعاب، انتوا مصدر فرحة جماهير الزمالك. تتابع الالعاب التانية كلها؟ اليد. اليد. كابتن احمد الاحمر، الطايرة، مفيش بطولة بس الفينش. يعني ممكن ما تابعش الدوري كله. لكن بتتابع البطولات. بس على بطولة مثلا او قبل النهائي لازم احضر. طبعا. لازم أنا تحضر كمان. مش كورة بس. لو سلة. لو سلة او يد او طايرة كسب، بضرب صواريخ عند البيت. هو اي حاجة خاصة بالزمالك. بالظبط، لازم عشان برضو يعني لاعب السله لما ياخد بطوله، او لاعب اليد، او لاعب الطايره، تمام، بيدي حافز للاعب كره القدم. صحيح. ان هو ده مش اقل مني، مش معنى اللعب دي بتكسب وانا ما اكسبش. والحمد لله يعني في وجود المجلس المعين او المجلس الحالي، او قبل ما يحصل الاحداث اللي حصلت، ما شاء الله احنا بناخد 9 كاس مصر، وبناخد سوبر محلي، وبناخد كونفدراليه، وبناخد سوبر افريقي، وبناخد بطولات في كل الالعاب، واحنا عندنا الدنيا مكعبله. طب ما مالك لو الدنيا مشيت؟ يا رب يبقى في استقرار. هنروح كأس العالم للأندية، وناخد مركز أول، وناخد كأس العالم للأندية بإذن الله، وألم كورة أنا من ورا النادي، مفيش مشكلة عادي. ربنا يكرمك. قولي. عايزة أقول حاجة صغيرة. الباشمهندس موسى كان نفسه يبقى موجود، وهو اللي يقول الرسالة دي. بس هو في كليته. قوليها بالنيابة عنه. بالنيابة عنه، هو كان نفسه يقول للعيبة إن هو بيحبهم جدا، ونفسه يكون معانا النهارده عشان هو اللي يقول الرساله دي بنفسه. بس هو بيقول لهم ان هو دايما معاهم، بيشجعهم، بيحبهم جدا جدا جدا، ونفسه ان هم يبقوا في مكانه اعلى واحسن، وربنا معاهم يا رب ويوفقهم. انا بشكركم يا جماعه والله، وكنت مبسوط ان انا بقول كل زمايلي وحبايبي اهل العريش لمدينه السادات. طبعا على راسهم انس اسكندر، على كل دول زملائي محترمين. طبعا على راسهم حسن ابو علي، واخو انس، واخوات انس، والد انس، عصام، كل الزملكاويه اللي في مدينه السادات اللي بيتابعوني ويشجعوني، الرابطه بتاعتي احمد عبد السلام، والرابطه بتاعتي، والشباب الصغيره كلها، احمد عبد الجليل ومحمد عبد الجليل، كويس، اجيال عبد الجليل كتير طبعاً، جميله، وسعيد الصغير جارنا اللي انا خليته زملكاوي، واولاد اختي كلهم، اولاد اخويا، اولاد اخويا، كل الزملكاويه انا بقول لهم انا بحبكم عبر قناه الزمالك، وبقول لكم احنا اسعد جمال. ناس ان احنا زملكاويه. ربنا يكرمك. احنا اسعد ناس النهارده ان احنا شفناك انت والفريده. انا بشكركم يا جماعه، شكرا جدا. شكرا. بكده خلصت فقرتنا مع أسرة جميلة، أسرة زملكاوية جميلة. نراكم إن شاء الله في فقرة قادمة بإذن الله.
ورجعنا لحضراتكم تاني. اكيد شفنا الحوار الشيق مع العيله الزملكاويه، الاب من العريش وعايش في السادات، واتكلم ازاي بيحب نادي الزمالك ودايما في ظهر نادي الزمالك ودايما بيتواصل مع لعيبه نادي الزمالك، وشفنا كلامه طالع من القلب، جمهور فعلا بيعشق النادي. وزي ما قلت الحاله النفسيه لجماهير نادي الزمالك بتاثر بنادي الزمالك، معظم محور حياه جماهير نادي الزمالك هو نادي الزمالك، نتنفس عشق نادي الزمالك. نروح بقى لفقره مهمه جدا في برنامجنا، اللي كمان بالنسبه لي انا من الفقرات اللي انا بستمتع بيها جدا، فقره رد الجميل. فقره رد الجميل للمشجعين اللي رحلوا عن دنيانا طبعا، ربنا يرحمهم باذن الله، لكن باقيين في قلوب لعيبه في جماهير نادي الزمالك، وكان لهم تاثير كبير كبير جدا على جماهير نادي الزمالك. منهم النهارده طبعا الخال شبرا. الخال شبرا اكيد معظم جماهير نادي الزمالك تعرفه، كان دايما موجود في مدرجات نادي الزمالك، دايما بيلف ورا نادي الزمالك في كل مكان، موجود في المدرجات من سنين، يمكن انا كمان على المستوى الشخصي اتعاملت معاه كتير، وكان دايما موجود، مش هقول بس في المباريات، لا كان موجود كمان في التمرين، دايما داعم لعيبه نادي الزمالك حتى في اسوأ الظروف. يمكن هتشوف في الحوار لما كان الفتره اللي مر بيها نادي الزمالك بانكسارات، دايما نقول لهم الخير جاي ان شاء الله الزمالك هيرجع، عنده تفاؤل كبير، الله يرحمه كان عنده تفاؤل كبير بنادي الزمالك. اكيد فقرتنا فقره رد الجميل فقره مهمه جدا، بنتذكر بيها جماهير نادي الزمالك بناس تعبت ورا نادي الزمالك وشجعت نادي الزمالك من القلب. نروح نشوف الفقره مع اسره الراحل الخال شبرا ونرجع نكمل مع حضراتكم. احمد عبد المنعم او الخال شبرا، رمز الثالثه يمين، نجم الدرجه الثالثه، اسم لن ينسى في عالم المدرج، زملكاوي حتى النخاع، عاشق بلا مقابل. في يونيو 2020 ودعنا أحمد عبد المنعم أحد رموز مدرج الدرجة الثالثة الزملكاوية في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وقائد مدرج الثالثة يمين في الألفية الثالثة، مشجع عاشق الزمالك وذهب خلفه في كل المحافظات، هتف بأعلى صوت لرموز جيل السبعينات حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل وطه بصري، والنجوم جيل الثمانينات جمال عبد الحميد وطارق يحيى ومحمد حلمي وحمادة عبد اللطيف وإبراهيم يوسف وأيمن يونس وإسماعيل يوسف وأحمد رمزي. ساند جيل التسعينات خالد الغندور ومحمد صبري وحازم إمام وآخرين. وأخيرا كان ملهما كبيرا لجيل المشجعين الجديد في الألفية الثالثة، وتحول إلى مدرج الثالثة يمين، أطلق الأهازيج في المدرجات، عرفوه بالحب والعطاء للزمالك، داعم حقيقي للاعبين والمدربين، مساند في كل الأوقات السراء والضراء. كان هتافه المحبب يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة، وكمان هتف يا زمالك يا حبي يا حتة من قلبي. قلبه لم يكن يحتمل أي تعثر لفريق الكرة، تعرض لمحنة صحية قبل وفاته بعامين ظلت تلاحقه حتى رحل عن عالمنا في عام 2020، ونعاه كبار نجوم يتصدرهم محمود عبد الرزاق شيكابالا بتغريدة لا تنسى، قال فيها وداعا يا خال. فقرة رد الجميل النهاردة من منزل أحد مشجعي نادي الزمالك اللي أنا دايما كنت برتبط بيهم، وناس فعلا جماهير نادي الزمالك ارتبطت بيهم بشكل كبير، منزل الخال شبرا. واكيد لقاء النهارده مع اسرته، حابب اتعرف عن حياته وازاي افنى حبه في تشجيع نادي الزمالك. في البدايه طبعا حابب ارحب بمحمد. محمد كابتن لحضرتك، انا مبسوط ان انا موجود معاك، ده شرف لينا لحضرتك معانا والله، الناس اللي هي المحترمه جدا خال شبرا، يعني علاقتي بيه يعني وجماهير الزمالك كلها طبعا عارفاه، طبعا دايما في ظهر نادي الزمالك في كل مكان. احكي لي بقى عن خال شبرا شويه. طيب الخال شبرا زي ما حضرتك اكيد عارف طبعا زملكاوي فوق الوصف، زيه زي اي ناشئ اتربى في نادي الزمالك من صغره. شبرا من مواليد شبرا، احنا في منطقه الخمرويه هنا خلف اسم الساحل على طول، هو من مواليد هنا. شبرا بدا الزمالك مثلا ممكن من السبعينات ستينات وهو بيشجع نادي الزمالك، بيروح الله يرحمه ويحسن اليه في المدرج على طول، مثلا كل مباراه لا مش مباراه بس، ده كان انا في التدريب كنت بشوفه على طول. التدريب ده اساسي طبعا، كلنا موجودين في التدريب. سفر خارجي وداخلي، تجمعات فوق الوصف في حب نادي الزمالك. مفيش شاب من وانا عندي انا 10 سنين لغايه ما بقيت دلوقتي 40 سنه
وانا شايف شبرا بتشيرت الزمالك كان له تاثير على الشباب ممكن كتير يعمل اي حاجه حضرتك تخطر على بالك فيها. لو هيدينا فلوس هيركبنا هيشترينا تيشيرت على حسابه، لو هيستلف الفلوس حتى لو معهوش فلوس ويجيب لنا تيشيرتات ويودينا الاستاد ويودينا مدرج ويشيلك على كتفه وانت صغير 10 سنين 11 سنه 12 سنه ويطلع بيك الاستاد عشان يفهمك يعني ايه استاد. في اصعب الظروف وفي احسن الظروف شبرا متواجد في نادي الزمالك. جات علينا فتره مرينا كلنا بيها طبعا، عارفين كان نادي ان احنا في دروب حصل كتير جدا الفترات اللي مرت في الهزايم دي. هو اول واحد موجود، اول واحد بيجمع الجروب، اول واحد بيقول لازم الزمالك، احنا في ظهر الزمالك. كان بالنسبه له الزمالك حياه، حياه هو ما عندوش غير الزمالك. هو خال شبرا الله يرحمه يعني ما اتجوزش ولا صادف الله يرحمه. فهو كله زمالك، تدريبات كوره، اما يعني يمشي من هنا ازاي سموه الخال شبرا؟ الخال شبرا الشهرة بتاعته، اسم الشهرة بتاعته لان شبرا هو كان جات الفترة بتاعت التجمعات بتاعت الجروبات اللي ابتدت في 2007 فهو كان اكبر عضو، كان اكبر عضو موجود سنا. وفي نفس الوقت احنا كلنا في الوقت ده الخال، الخال هو اكبر حد فينا، هو اللي متصدر لنا في اي حاجة في حقوق في عدم حقوق، كله متواجد، هو اللي في الصورة بمعنى اصح. فما كانش ينفع نطلق عليه غير الخال، فالخال وهو من شبرا، فهي جت بس اللقب جه من كده. قول لي بقى ازاي اتأثرت بيه في المنطقة؟ غيرك طبعا انت بتقول انت صغير، بس في ناس كتير اتأثرت بيه. هو شبرا بعيد يعني عن الزمالك، شفت لما انا جيت هنا في المنطقة ناس كتير اتكلمت الله. شبرا بعيد عن الزمالك هو شخصية اصلا حنينة بطبيعتها، حد بيحترم الكبير وبيحترم الصغير، هو ليه وضعه، هو من عند ربنا ليه كاريزمته، فكله بيتلم حواليه. روح بقى للحاجة احكي لي على الخال شبرا شوية. حضرتك خالت الخال شبرا؟ انا خالته، وهو كان حنان جدا وكان عطوف، وكان يلم العيال الصغيره يجيب تيشرتات ويجيب لبس زمالك ويلبسهم، ياكلهم يلمهم كلهم، يقعدوا تحت في تحت عندنا كافيه كده، يلمهم كلهم في الماتشات ويحط لهم كراسي ويجيب لهم مشاريب ويقعدهم ويطبطب على ده ويطبطب على ده. نص شارعنا يمكن شارعنا كله زملكاوي، كل الحته عشان احد يجيب اكل وياكلهم. يوم ما نكسب يجيب عربيه ويلمهم ويروحوا عند النادي. شفتي حضرتك حب الناس ليه ازاي؟ كله، كلنا، كل الناس. كل الناس فعلا انا شايف يعني ما شاء الله يعني الناس كلها متاثره. احنا متاثرين لغايه دلوقتي، كل حاجه نفتكره. يوم ما نكسب اقول له انا هديت لك المكسب ده ليك يا احمد. يوم الدوري قلت له يا حبيبي انا هديت لك الدوري ده ليك، الله يرحمه، يا ريتك كنت موجود. كنت ايه اللي انت هتعمله؟ كتير، حاجات كتير قوي. ربنا يرحمه حاج. انا بس بذكر جمهور الزمالك دي لان هو من الشخصيات فعلا يا رب اللي اثرت فينا كلنا. يا رب كريم، عايزك بقى تهدى كده وقول لي انت يعني الخال كان معاك على طول. قول لي بقى علاقتك بقى كريم كانت ازاي؟ انا عايزك تهدى كده و اعرف جمهور الزمالك بيه ان انا فعلا انا بقول لك انا اتعاملت معاه والناس اللي فعلا اثرت فينا كلنا. طبعا قلبه ابيض جدا، مفيش حاجه هنا خالص، مفيش. قول لي بقى كريم، قرب المايك شويه قول حضرتك. شايف انا صور كتير انت كنت بتوريني دلوقتي وكنا بنتكلم على الخال، وانت شفت ازاي حبيبك في نادي الزمالك، احكي لنا. هو الله يرحمه كان ابويا يعني، ما كانش خير يعني. لا كان ابويا صح، فيش من انا صغيره والله عندي 7 سنين كان بياخدني على كتفه والله، قلت له هنشجع نادي الزمالك. شفنا الصور دي كتير وحتى كمان في النادي كتير مع بعض. هو مربيه، هو مربيه، ابوه ما يعرفش حاجه. لما نيجي نخسر مثلا ايه متعصب ومتضايق ولا بيعيط، انت بتعيط ليه؟ يقول لي اللي خسر ده ابويا، اللي خسر ده امي، ده كان حد عندي مات. الله خلي الدرجه دي، يقول لي ايوه ده الزمالك يا كريم، عارف يعني ايه الزمالك؟ لازم تحبه، يجيب لي تيشيرتات ويجيب لي كاوتشات وياخدني يروح النادي ويروح التمرين ونحضر نروح المدرج، كان بياخدني نسافر كتير في كل حته. شفت ازاي تعامل الجمهور بقى معاه؟ نسافر اسكندريه، نسافر السويس، نسافر بورسعيد، نسافر اي حته، بيلف ورا الزمالك في كل مكان. ما كانش بيسيب حته يا كابتن، كان كل حته هنا في مصر وبره مصر، ما سافر مع الزمالك اثيوبيا والكونغو وسافر كل حته، كل حته سافر. هو كان معانا في اثيوبيا فعلا يعني الله يرحمه، في كل حته يا كابتن. كان ظروف صعبه جدا وكان يجي يخسر بطوله ولا يجي كان بيبقى فيه عزا هنا وكان يفضل نايم وما كانش بيقوم. لا انا يعني طب قوم، طب تعالى نقعد على القهوه شويه. لا لا سيبني بس نايم.
هو يعني اصل كان ابويا يعني عشت معاه، كنت بنام جنبه يعني، كنت بنام في حضنه يعني، ومات في حضني يا كابتن يعني، هو اصلا مات في حضني انا. الله يرحمه. انا عايزك بس كده كده، انا عايزين الجماهير كلها تترحم عليك لان ده حقه علينا. يا ريت والله يا كابتن. طيب لما يهدى محمد، انت احكي لي طب انت عن الخال شبرا كمان، انت لما توفى كده وشفت الناس ازاي وحب الناس ليه هنا ازاي؟ والله يا كابتن ابو واحد، ناس من خارج مصر كانت بتكلمني، من خارج مصر يعني، كل الدنيا، كل التجمعات، سمعت ان في تجمعات كتير ومن كتير بلاد كتير يعني مختلفه، كتير بلاد كتيره، ومش كناش عارفين نقابل حد يعني، مش عارفين نودي الناس فين من كتر الناس اللي جت في يوم الدفنه، ومصممين يعملوا عزاء تحت ويعملوا صلاه جنازه تحت، وكان طبعا احنا ظروف كورونا فكانت الدنيا صعبه ان احنا نعمل الكلام ده كله، وكانت الشرطه متواجده الناس عشان الزحمه يمكن كتير، هي كانت سبورت لينا، بس في نفس الوقت هي مش قادره تعمل حاجه، هم عايزين يصلوا وهو مش هينفع نصلي برضه لما الدنيا بس كتير. جنازه حضرتك ماشيه من هنا للبساتين ما بنتحركش من كتر العربيات ومن كتر الناس اللي رايحه وراه لغايه الدفنه بتاعته. حب جماهير الزمالك، الصلاه ذات نفسها في الجنازه ذات نفس، كل المدافن مليانه الناس بتصلي حوالين الخبر. بس انا عايزك بقى، انت لو شايف الناس دي كتير والتجمعات اللي موجوده كتير، ده اكيد ده حاجه عملها الخال شبرا بالظبط، فحب الناس ده واضح يعني. واضح. هرجع لحضرتك في الاول، انا كلمتك في اول انترفيو وقلت لك ان شبرا حنين بطبيعته، بعيد عن الزمن حنين، هو طيب يعني، لو انت معكش فلوس ممكن اعيط عليك، لو هو معاه اخر فلوس في جيبه يجيب لك اكل ويجيب لك شرب ويديها لك ويقول لك انا معايا انا هتصرف. طب بقى لما كان الزمالك بيكسب يا حاجه كان بيعمل ايه؟ لا كان بيفرح. كان بيعمل يقول لي تحت وتبقى الزيت وان شاء الله معاه جنيه يفكوا جنيهات ويفرقوا على العيال. المهم ايه؟ والله العظيم يدي كده جنيه 10 جنيه يفكها ما اعرفش ايه. الزمالك كان بيأثر فيه بشكل كبير يعني. قوي قوي. هو تعب بقى في الاخر، كان عيان وصعب عليه، ما حدش كان بيسأل وظروفه كانت وحشه، بس احنا ما سبناهوش، ما حدش سابه يعني. كريم انا عايزك تفوق كده، وانت عشان عارف ان انت عشت حياه كتيره وكتيره مع الخال شبرا، فعايز تعرف جماهير الزمالك بيها، قول لي بقى غير لما بياخدك والمدرجات، المواقف اللي كانت موجوده معاه. في مواقف كتير والله يا كابتن، يعني مواقف كتير جدا يعني، كنا يعني كان يجي مثلا يكلمني انت فين، اقول له مثلا اخر انا في البيت، طب يلا اخرج عشان رايحين مثلا اسكندريه، في ناس عازمنا زملكاويه اصحابنا، اقول له نروح اسكندريه عشان يعني ناس عازمنا، يقول لي اه يلا بينا، وياخدني نروح نطلع عند ناس، اصلا هو اصلا الناس دي اول مره هم بس يعني جابوا رقمه. كان بيحب يتواصل مع جماهير الزمالك. جدا، وناس كتير كانت بتكلمه، كنت بقعد ارد عليهم، طب عايزين نسمع صوت الخيال، طب نكلمه، ولحد الساعه 5 الفجر والله اقسم بالله يا كابتن. طب الخال عامل ايه؟ طب الخال كويس. جاب بقى الفتره بتاعه التعب دي يعني، لا انا بصراحه حزنت يعني. ناس كتير جدا كانوا يعني كانوا بييجوا يشربوا هنا وقاعدين 24 ساعه هنا، كله قطع مع في اخر ايامه دي، مثلا اخر اسبوع ده محدش كان بيسال خالص. زعلان يعني. خالص يا كابتن، زعلان جدا جدا. يعني الخال كان يعني يعني الخال كان بيبعت يجيب اكل ويعمل اكل جوه، وكان بيعمل اكل والناس تخش تاكل جوه وتشرب ويناموا، وعلى القهوه هنا 24 ساعه. ولما جيت تعب بقى الفتره دي ناس كتير قوي ما سالتش عليه، كتير كتير يعني. طب انت بتفسر بايه الجنازه ما شاء الله كان فيها اعداد كبيره الخال؟ والله هو الخال ده اكيد ده برضو ارث سايبه لك يعني، ان في ناس حب الناس كتير وحب زملكاويه جدا كتير. جدا. واحنا والله العظيم يعني عايز اقول لحضرتك لحد دلوقتي يعني احنا اصلا عايشين على حس الخال والله بجد يا كابتن، والله لحد دلوقتي يعني الناس بتحبني عشان خاطر مثلا الخال، مثلا خالي مثلا او كنت بروح مع الخال وباجي مع الخال، ناس ما رابطاك بيه دايما. جدا يعني يشوفوني يقولوا احنا بنفتكر الخير، ربنا يرحمه. بما انك بتتكلم على الهاند بول، الفرقه دي دايما مؤثره في نادي الزمالك. طبعا هي رقم اتنين بالنسبه لنا بعد الكوره. ده بس فتره من الفترات كانت رقم واحد. هي رقم واحد عشان البطولات بس، برضو احنا كوره، احنا كمصر كوره، شعب كروي اكتر يعني. بس طبعا الهاند بول مؤثر معايا. انت كنت معاه في مباراه في الصالات، كانت مباراتين، كانت اهلي وزمالك، كان وطلعنا فرق سكور، كسبنا كتير كمان، كان الماتش ده في اسماعيليه، وكان الامن هناك شديد والدنيا كانت فوق الوصف، وتشجيع طول الماتش شغال، ما فيش، كسبنا وفرحانين وجايين من الاسماعيليه في عز التلج، كان في الشتاء. هو دايما فكان في كل المحافظات في اي مكان، كل اي ترحال، اي ترحال، اي ترحال الزمالك طالع فيه. كمان كان بيروح يستقبل اللعيبه في المطار. الهاندبول طبعا اساسي، لان الفتره بتاعت الكوره احنا ما كانش فيه، كان في مشكله فيها بالظبط. احكي لي برضه على اللعيب الثاني اللي كنت بتروح معاه فيه. كنا بنروح معاه
انا عارف ان الخال يعني بالنسبه لك مؤثر جدا الله يرحمه. كنت بروح معاه هو كابتن، كنا بنروح الطايره في نادي الزمالك ومشجع الفرقه، ورحنا في سيرك القاهره برضو ده كل دي ماتشات اهلي وزمالك. كنت بروح برضو مع اسكندريه الاتحاد ده كل ده سله طبعا. حصلت معاكم ان الفرقه مش في يومها ومش فايقه والتشجيع الجماهير هو اللي اثر؟ لا في القدم في قدم في اي لعبه، وحتى لما كنا بنيجي نخسر يعني لما كنا بنخسر مثلا الفرقه مش موفقه وكده كان بيقعد يقول لنا لا شجعوا الفرقه ولازم يعني. جينا فتره لما قبل ما الكابتن حسام حسن يجي يمسك لما جه فتره مسك كده لما كنا نازلين احنا تحت خالص كانت فتره كانت اللعبه طبعا الجمهور كان ساعات في جمهور كتير بيشتم في اللعيبه كنا هنهبط طبعا. الخال لا يا جماعه لازم نشجع الفرقه ولازم الفرقه تطلع فوق تاني ما كانش بيسكت. الدور الثاني كان اختلف تماما، كان اختلف خالص، كان اختلف حتى الفرقه كانت بتخسر كنا بنندهلها لها، كانت الفرقه لازم تيجي ولازم تقف على رجليها تاني. هو كان دايما يقول لكم لا لازم في ظهر الفرقه ولا لا، وكان بيحب الفرقه جدا وبيحب النادي جدا والله. محمد اخد من كلام كريم، انت بتقول في ماتشات كان الجماهير هي السبب الرئيسي ان اللعيبه فائت كتير. ماتش سموحه مع كابتن حسن شحاته شيكابالا جون في اخر ثانيه، في اخر ثانيه احنا شغالين من الشوط الاولاني دب ورزع على التشجيع مفيش غير كده. وماتش بتروجيت 3-1 شيكابالا احنا الشوط الاولاني 0-0 واول 10 ده داخل فينا جون وجينا، ودخل فينا 2-1 وجينا. لا ماتشات كتير طبعا الجماهير فرق كتير. انا ماتش كمان اللي يمكن افتكره ماتش بتروجيت هناك 2-1 و2-1 احمد جعفر 1-0 لاخر دقيقه والدنيا جماهير الزمالك عشان انا كنت شايف المدرج في وشنا فشايف الجماهير احنا كلنا ورا حضرتك على طول فاكيد انت فاهم يعني احنا ما بنسكتش. ربنا يخليك. لا ده حقيقي فعلا يعني كان دوركم كبير جدا. هو بقى كان دوره ايه بقى في وسط المدرج؟ دوره في وسط المدرج زي ما كريم قال لحضرتك مفيش حد يقعد ساكت. طالما انت قعدت في الحته دي تشجع، عايز تتفرج روح اقعد هناك. دي كلمته. عايز تتفرج روح هناك. اقعد بقى تاني يمين، اقعد ولا يمين، اقعد مقصوره، دي هنا قصه ده شغل. ده شغل. ده كان بالنسبه له انك انت قاعد في المدرج ده دورك، انت قاعد هنا دورك. دايما انا لما بنزل ملعب بشوف الجمهور وشكل الجمهور كان بيفرق. دخلات والستايل والمئويه عاملين شو عالمي اللي انا كنت بتكلم عليه. كاس مصر 2000 وكاس مصر 2008 والدخل كذا حاجه يعني حاجات كتير اتعمل بشكل اتعمل العالم كله اتكلم عليه مش مصر بس. كريم انت اكيد كنت موجود وهم بيحضروا طبعا طبعا رخال على طول طبعا كنا بنجينا بعد مثلا المباراه لما بتشوف الدخلات اللي موجوده والجماهير الشكل الجميل اللي موجود ده تحسوا انتوا بيك يا جماهير طبعا غير المكسب اللعيبه اللي بيحصل في الملعب. مفيش طبعا كابتن يعني الناس بقى لها اسبوع تعبانه في حاجه والحاجه دي نجحت فطبعا بنبقى فرحانين. بتقول اهم حاجه كان يخال دايما يقول لك لا خليك في ظهر اللعيبه حتى لو انت خسران. كابتن اقسم بالله في خال كان بيقعد في الاستاد يقعد يلف كان بيلف الاستاد كله يعني يبقى قاعد جنبي الاقيه مره واحده في المقصوره ومشجعه انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ طبعا المقصوره ناس في ناس كتير بتقعد تشتم في اللعيبه بيخرجوا اللعيبه بره الملعب خالص يروح يشجعوا اللعيبه الاقيه في الثانيه روح يقعد يجري ورا الناس والله عشان تشجع بيلف بيقعد يلف اقسم بالله كابتن ما كانش بيقعد خالص ويجي الماتش يخلص اقعد ادور عليه عشان اعرف اروح والله العظيم يا كابتن مش لاقيه فين الخان. بس ده يعني انا شايف ان هو فعلا من الناس اللي هي اثرت في جماهير نادي الزمالك بشكل جدا يا كابتن والله العظيم. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس يعني مغاربه نزلوا له على الصفحه توانسه جزائريين كان في تواصل معاهم كل الجروبات دي كانت بتيجي تقعد هنا طبعا كله كان بيجي يقعد هنا بتاع الوداد الرجاء بالظبط كل ده اي فرقه نجم الساحلي كل دول صحابنا بيجوا يقعدوا معانا هنا بس جايين لشبرا بصراحه يعني كانوا بيجوا هو الاساس بثلاث ايام كده لما سمعوا خبر الوفاه كان ايه كله بقى بعت على الجروب بقى ان تعزيه وكله بعت برقيات وكله لان هيبقى صعب نزول كانت فتره كورونا يعني فان هو ان حد يبقى متواجد في حاجه زي كده صعب. قول لي بقى رساله لخال شبرا. وحشتنا يا شبرا واحنا مفتقدينك جامد. كان نفسي تبقى موجود معانا في الدوري اللي فات ده عشان احنا كنا مستنيينه بقى لنا فتره كبيره. مش هتتعود يا شبرا الله يرحمك ويحسن اليك. ربنا يرحمه جماهير الناس دي كلها تترحم. الله يرحمه. حاجه تريد وحشتني قوي احنا مفتقدينك الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك. عايزين الجماهير كلها تترحم وشخصيتك كنا نفسنا تبقى فانا هديت لك الدوري ده بهدهولك يا حبيبي والله بهدهولك ربنا يخليك يا حاجه ويبارك في صحتك. كريم
مفيش والله يا كابتن، انا بس كنت عايز اوجه رساله بس لاي حد زملكاوي وشاف اي حاجه خير من الخال حتى لو ضحكه يعني ترحم عليه بس والله يرحمه. وهو يعني مش عايز اقول لحضرتك، بس انا بتكلم على ابويا يعني وخالي، وهو اللي مربيني يعني كان اكتر حد حنان عليا في الدنيا يعني. ربنا يرحمه بس، وربنا يبارك لحضرتك يا كابتن، ونورت الدنيا كلها والله. ربنا يخليك، ده ربنا يخليك علينا وزي ما قلت لك الخال من الناس المؤثرين فيا انا شخصيا. ربنا يخليك، بشكركم يا جماعه. نور يا كابتن، نورتنا وشرفتنا، ودي حضرتك قامه كبيره، انت كابتن نادي الزمالك اكلنا شفنا احمد بالظبط، دي حقيقه. اه والله دي حقيقه. ربنا يكرمك، نورت شبرا بجد. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا كابتن، نورتنا يا كابتن، نورت شبرا كلها. شكرا. بكده خلصت فقره رد الجميل، نراكم في فقره قادمه باذن الله. ودي كانت فقره رد الجميل للخال شبرا، اكيد كل معظم جماهير نادي الزمالك عارفاه. اتمنى من جماهير نادي الزمالك زي ما كريم اتكلم وقال ان هي كل اللي اتفرج على الفقره يدعي له ان ربنا يرحمه، وفعلا من الشخصيات اللي هي افنت حياتها في حب وعشق نادي الزمالك. انتظرونا باذن الله كل يوم اربع في برنامج جماهير الزمالك التالتة يمين على قناه الزمالك، وفي النهايه الكل يرحل ويبقى جمهور الزمالك العظيم. We'll be right back.